اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي خط احمر. اكيد بنتواجد معاكم خلال الاسابيع اللي فاتت وظروف العالم كله يرى ما يحدث في غزه وفلسطين. يعني زي ما قلنا امبارح، ربما في حينما انقطع الاتصال يعني عن العالم، كان أهل غزة في عزلة عن العالم، ولكن لم يكونوا أبدا في عزلة عن رب العباد وفي عزلة عن الله عز وجل، لأن أكيد لا يمكن أن تفقد الاتصال بالله، خصوصا لو القلوب مؤمنة زي ما احنا شفنا، وقلوب لديها قضية وقلوب لديها رسالة. ربما يعني الواحد كل أسبوع بيقول هيقول إيه، لأن بصراحة ما فيش كلام يتقال. القصة بتوصل جواك، بتحس اللي انت شايفه، بتحس الأمور بتزداد تعقيدا كل يوم، أرواح بتزهق، شهداء، أطفال، ناس بتعيش عالم من كل شيء في انقطاع عن وسائل الحياة وانقطاع عن الأمل، ولكن ليس انقطاع عن الهدف وعن القضية وعن الأرض اللي تشبثهم بيها وتمسكهم بيها جاء من اللحظة الأولى. اتسق مع خطاب كان هنا بيتقال في مصر، وخطاب كان يعي جيدا الأمور، وربما كان يرى مستقبلا ما يحدث في الأيام اللي احنا بنمر بيها، وهي فكرة أن هناك محاولة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع، ولكن إلى الآن وأعتقد حتى آخر لحظة كل مواطن موجود في فلسطين لديه إيمان بقضية لن يتركها، والأرض هي أمور لا يمكن أبدا تستغنى عنها. عودونا من الأرض هي عرضك، شفنا ومرت مصر بأمور كتير جدا، شفنا قد إيه كان المصريين والجيش المصري لديهم من القدرة، من الإيمان، من الإيمان بفكرة أهمية الأرض اللي خلتنا نعبر كثير من الأمور. وربنا يحفظ وطننا، وربنا يصبر إخواتنا في فلسطين وغزة، وكل الدعوات، كل الدعوات ليهم ان هم يا اسامه يتجاوزوا الظرف الصعب ده، اللي صدقني يعني الكلام فيه بقى يوجعك داخليا حتى وانت بتتكلم. ده حقيقي، وانا يعني متفق معاك جدا في فكره ان احنا كل اسبوع بنطلع ايه اللي ممكن يتقال؟ ايه اللي ممكن يتقال واحنا لا نملك الا الدعاء؟ هل الدعاء كافي؟ يعني الحقيقه الصمت الغربي عما يحدث من جرائم امر محير، ولكن بيعجبني دائما وابدا فكره النضال والكفاح، لان في صوره تعبيريه، يمكن الصور الواقعيه اهم بكتير من اي صوره تعبيريه، ولكن طفل فلسطيني بيتحدث مع احد افراد المحتل الهارب اللي بيجري في مساحات شاسعه جدا. الصوره نقلت فقط لا غير حوار قصير ما بين طفل وبنت كبيره ناضجه بتجري من مكان لمكان، والمكان مش متحدد، ولكن بيختم الطفل القصه والفيلم القصير ده بأن جده علمه إن صاحب الحق لا يترك مكانه، صاحب الحق لا يهرب، وهو ده اللي مخلينا شايفين الصمود الكبير من أهلنا في فلسطين وفي غزة أمام مرأة ومسمع من العالم بيتم محاولة إبادة هذا الشعب، ظنا منهم إنهم ممكن يصفوا القضية الفلسطينية، وده بالتأكيد لن يحدث على الإطلاق. الحقيقة ممكن وانت بتتكلم مريت بتجارب كتير، مريت بأحداث كتير، فبتخليك مؤمن ان انت لسه عندك فكرة عن هذه العقيدة ومتمسك بيها، لكن لما تشوف كمان وتقرن ما بين ما يحدث مع اهلنا في غزة وما يحدث في ملاعبنا المصرية على مستوى الأندية، على مستوى المباريات سواء كبار او صغار، بتقول لا، في صورة انا حبيت يعني اعرضها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي لأطفال النادي الأهلي مواليد 2010، بتوصل رسالة واضحة وصريحة: هذه القضية لن تموت، هذه القضية لن تموت. مين علم أطفال مواليد 2010، وياريت نعرض الصورة، إن القضية دي موجودة كنوع من أنواع العقيدة عند الشعب المصري زي ما هي عند الشعب الفلسطيني؟ دول لاعبي النادي الأهلي مواليد 2010، يعني عمرهم 13 سنة، 13 سنة ويشاوروا إشارات حنظلة. مين اللي علمهم الكلام ده؟ مين اللي خلى طفل زي ده يصل بيه الحال إن هو يكون فلسطين في على صدره؟ أكيد لأنها في قلبه. عشان كده القضية استحالة إنها تموت،
حتى لو مهما حاولتوا من إبادة، وده مش معناه إن احنا نصمت على هذه الإبادة. يعني محاولات بالتأكيد بتتم، ربما تكون القصة واضحة جدا عند العالم الغربي، ولكن كلنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى إن هو ينصر أصحاب الحق. وزي ما جد الطفل اللي كان في الفيلم القصير قال له صاحب الحق لا يترك مكانه، بالتأكيد هيتقال في فيلم قصير أو ربما طويل، نقول إن صاحب الحق لابد أن يسترد مكانه ومكانته. يمكن يا أسامة المشهد اللي شفتوه ده كان من أهم المكتسبات. يعني دايما يا جماعة وسط الأمور المعتمة والمظلمة دايما في بصيص نور، هي دي الحياة وهي دي الدروس. الدروس بتخرج من رحم المعاناة، ده طبيعة الحياة وطبيعة الأمور. يمكن بمناسبة كلام أسامة عن أطفال النادي الأهلي ويمكن كل الأطفال المصريين، ولكن هنا يعني قياسا على المشهد اللي حصل، كان في بداية الأحداث كنت بتكلم في فكرة إن كان هذا الجيل اللي طالع هو مختلف عن جيلنا يا جماعة. هو جيل ما شافش محمد الدر، جيل ما شافش فكرة انتفاضة الأقصى وشاف الأوبريت الحلم العربي وحاجة من المكونات الثقافية المصرية اللي احنا كلنا كنا بنغنيها وبنقولها وهو موروث شعبي يعني مصر. فالجيل ده كان طالع ربما لديه معرفة عن فكرة فلسطين وأن هناك نزاع وصراع، ولكن فكرة الانتماء بهذا الشكل والانحياز التام والصريح لقضية عربية دفعت حتى مصر بلد وتمنها على مدار سنوات منذ 1948، هذا مكتسب خطير للغاية ومهم للغاية ومؤثر للغاية. وهو يعني ضرب فكرة محاولة يعني تجميل وجه قبيح بمكياج والكثير من مساحيق التجميل. أعتقد ده سقط في خلال الفترة من يوم 7 أكتوبر إلى الآن. أصبح هناك شيء مختلف أسامة لدى تأكيد. الأجيال الصاعدة معرفة مختلفة، إحساس مختلف تقدر تتكلم عليه طفل هو يرى أطفال مثله بيتعرضوا لده. بالتأكيد طبعا، ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب. وده تأكيد على أن القضية لن تموت يا جماعة، مهما تحاولوا ومهما ترتكبوا من جرائم ومهما تعزلوا قطاع كامل عن العالم، تقطعوا عنه المية والنور والإنترنت، بالتأكيد القضية ستظل قائمة. وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله، وإن شاء الله يستردوا زي ما قلت أرضهم كاملة بإذن الله. نروح لأحداث كرة القدم، وبالتأكيد يعني في كرة القدم لا صوت يعلو فوق صوت مباراة سان داونز الجنوب أفريقي في الدوري الأفريقي في البطولة المستحدثة، اللي بالتأكيد أي بطولة بيدخل فيها النادي الأهلي بطبيعة الحال وقدر النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي إن أنت دايما بتلعب على اللقب، هو ده قدرك وهو ده تاريخك وهو ده حاضرك، وده إن شاء الله دائما وأبدا يكون مستقبلك. وبالتالي أنت رايح لمواجهة صعبة، بالتأكيد هناك بعض الآثار السلبية النفسية في مواجهة الموسم الماضي، ولكن أنا شايف أننا لابد أننا نتخطى ده إن لم نكن بالفعل تخطيناه، لأننا الآن الأهلي بطل القارة الأفريقية في البطولة اللي تعرض في مباراة لهزيمة. وبالتالي إن شاء الله كل الثقة بكرة فارس في الجهاز الفني في اللاعبين إن هم يعبروا عن شخصية وهوية النادي الأهلي. وإحنا شفنا قبل كده كنا لعبنا مباراة بعد 2019، رحنا في ظروف صعبة، كانت الأجواء صعبة، كان الساعة 3 العصر أيضا، وقدر النادي الأهلي أنه يتقدم بهدف، وكان يقدر أنه يتقدم بهدفين، ورجعنا بنقطة التعادل اللي هي كانت بطاقة التأهل مع ريني فايلر، لأنك وقتها كنت فايز في القاهرة 2-0. شايف المباراة دي إزاي؟ بص يا أسامة، يعني أنا هذه المباراة فيها تحديات على المستوى النفسي والفني والبدني، فخلينا نقول أن دي من المباريات يا جماعة اللي أنت تحب تشوفها في أفريقيا. يعني زي كده ما في أوروبا في مباريات هي يعني لقاء العمالقة زي ما بيتقال، في مباريات في أفريقيا تحب تشوفها على مستوى مادي وتسويقي، الفريقين هما الأكبر داخل القارة. على مستوى فني الفريقين بيقدموا الكرة الأفضل داخل القارة. على المستوى النفسي هناك صراعات، وصن داونز قدر يحط علامتين في تاريخك، في تاريخك الحديث في أفريقيا هم الأصعب. كمان انت فريق في مقابل ده بتحقق البطولات وما قدرش اي فريق تاني يسحب منك ده، وقدرت تتجاوز فكرة هذه الخسائر بنتائج ثقيلة. على المستوى البدني انت بتلعب في جنوب افريقيا الساعة 3، على المستوى الجماهيري وسط جمهور بيدخلوا بتذاكر مجانية، هذه مباراة تحب تشوفها. فانا بالنسبة لي هناك تحدي، وانا بشوف ان كولر
محتاج يبدأ من حيث مش انتهى، من حيث بدأ بعد مباراة سان داونز بالخماسية، لأن المباراة دي في رأيي هي الأهم على الإطلاق، على الإطلاق في مسيرة كولر. لأن أنت بعد المباراة دي كولر أعاد صياغة فلسفته. يعني أنت دايما تقول يا جماعة أفريقيا كنا بنقول هنا لها تقاليدها، ربما مارتن يول يجي يحسم الدوري يقول لك دوري المخدة، ولكن في مستوى على مستوى أفريقيا عانى. ربما لازارتي حقق واحد من أصعب الدوريات في تاريخ النادي الأهلي في الفترة بدءا من يناير لحد موسم 2019 لما كان موجود وقدر يحقق الدوري، ولكن في أفريقيا عانى كثيرا وكان أحد أعضاء مشهد الخماسية. فالمباريات اللي زي دي يا جماعة بتغير فلسفتك. كولر غير فلسفته، فأنا عايز كولر يبدأ من حيث غير فلسفته، من حيث شفته قدام الرجاء بعد هزيمة سان داونز، من حيث شفته أمام الوداد بعد هزيمة سان داونز. هذه الأفكار الفنية المختلفة في التعامل مع فريق بحجم سان داونز، أماكن الضغط، فريق حاجتين يا جماعة، كلمة السر في مباراة سان داونز المساحة. هو بيستغل المساحة اللي عندك وانت ما تسيبلوش مساحة، وتستغل المساحات اللي بيسيبها وهو مندفع. التعامل مع كولر مع فكرة المساحة والمذاكرة للقصة دي هي دي يا أسامة الدرس. هتلعب بفكرة وجود قفشة ولا هتلعب بثلاثة من غير قفش؟ هتلعب بالشحات ولا هتلعب برضا سليم والأداء اللي بيقدمه؟ هتبدأ بياسر ولا ربيعة؟ هتضغط منين؟ هتضغط ضغط متقدم؟ أدى مردود في مباراة الخماسية ورحت قطعت الكورة وسجلت، بس نتيجتها كان إيه؟ فهي الفكرة أسامة. أنا شايف إن كولر كأنه عنده 100 سؤال محتاج يجاوب العدد الأكبر عشان ينجح، ومحتاج يكون برجماتي. هو يمكن كولر بعد الهزيمة دي يا فارس، يعني يمكن جمعني بيه حوار كده في أحد المباريات، وقال بوضوح يعني عن هزيمة سان داونز إن لو اتكرر الأمر مرة تانية مش هيأدي بنفس الطريقة اللي لعب بها هذه المباراة. وده يمكن غير في فلسفة مارسيل كولر حتى في مباريات تانية كتير جدا. بالتأكيد أنت لما بتقابل فريق بيتميز إنه عنده شراهة في استغلال المساحات، ما ينفعش تلعب قدامه بالطريقه اللي انت لعبت بيها، فكره الضغط العالي، ويكون عندك خطوط متباعده امام فريق هو مستني دي. انت عشان تحقق نجاحات امام فريق سان داونز لابد ان انت تشوف انت عملت ايه، النجاحات اللي عملتها قدام الفريق ده الخمس سنين اللي فاتوا عملتهم باي طريقه. لو جيت تلاحظ هتلاقي ريني فايلر لعب قدام بيتسو موسيماني ولعب بالثالث، مش بمعنى اصح كان بين الاثنين سنتر باكس، لا كان بيبقى دور مركب ما بين ان هو يبقى ثالث بين الاثنين سنتر باك او ان هو يكون ثالث متاخر في الوسط او ثلاثي لاعبي الوسط، وقدر ان ده ينجح. واعتقد كان مع رينيه فايلر اللي عملها محمود متولي، وكان المدير الفني لسان داونز وقتها بيتسو موسيماني. فبيتسو موسيماني لما جه درب النادي الاهلي عمل ايه قدام مساعده اللي اصبح مدير فني لفريق سان داونز في مباراة قدر يطلع منها برضو بنقطة التعادل؟ لعب رامي ربيعة نفس الدور اللي لعبه متولي أمام بيتسو موسيماني. إذن أنت القصة بالنسبة لك واضحة، فريق تقفل عليه الزون 14 أو المنطقة اللي المفترض يكون حمايتها مهمة جدا أمام خط ال 18 بتاعك، ده بيعطل كتير جدا جدا منهم، لأن هم بيبدأوا يلجأوا أن هم يفتحوا الملعب، فيبدأ يعتمد على العرضيات اللي الإجادة فيها مش أفضل من فكرة الاختراق والمساحات ومنطقة عمق الملعب. إذن أنت عندك طريقتين لاتنين مديرين فنيين يعني مروا على النادي الأهلي قدروا يحققوا التارجت، ده رقم واحد. أنت ممكن بقى تلعبها بتالت في وسط الملعب بدون الاعتماد على لاعب عنده مهام هجومية أكبر مهامه الدفاعية هو قفش، ممكن تلعب بكوكا، تلعب بديانج، وتلعب بمروان عطية بالتلاتة مع بعض، وتبدأ تلعب على التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية انت وادواتك، وازاي تطبق الادوات دي وتوصل لنتيجه مرجوه. النقطه الثانيه والاختلاف عن المباراه الماضيه برغم وجود مارسيل كولر، ان انت كنت بتلعب في دور المجموعات، ودور المجموعات بيسمح الى حد ما ان انت تقدر تعوض، وده اللي حصل. حصل تعويض حتى لو كان مترتب على نتائج الفرق الاخرى في المجموعه زي ما حصل مع سان داونز والهلال، لكن انت لما جات لك الفرصه قدرت تستغل وقدرت تعوض فوصلت ان انت تكون بطل. في مباراة النوك اوت لا، الامور مختلفة تماما عن المجموعات، لان النتيجة الاولى مؤثرة بشكل كبير جدا جدا على فلسفتك في المباراة الثانية، وهيكون قدامك المباراة الثانية الهدف واضح. طب هل انت عندك مساحة من الوقت تقدر ان انت تلحق مباراتك الاولى
في مباراة الإياب، أنا من وجهة نظري بشوف إن ربما بطاقة التأهل حسمها بنسبة 75% مرتبط بمباراة الذهاب، لأن أنت المفترض تبعا طبعا للجنة المنظمة لهذه البطولة أنت هتلعب الحد، هترجع الاثنين، هتتمرن الثلاث، هتلعب الأربعة. هتقول لي ده على الأهلي وعلى صن داونز، عشان كده بقول لك إن مباراة بكرة هي صراع مهم جدا 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 على حسم بطاقة التأهل لأول نهائي في أول بطولة للدوري الأفريقي. وبالتالي نتمنى إن شاء الله إن الكولر يكون موفق، نتمنى إن اللاعبين يكونوا مركزين بشكل جيد جدا. هنستبعد فكرة بقى الرطوبة ودرجة الحرارة والكلام ده، وإن شاء الله الأجواء أعتقد إن درجة الحرارة تكون 19، هيبقى معانا بالتأكيد يعني تواصل مع البعثة هناك يطمنونا على كل الأجواء. ولكن في النهاية أيا كانت الأجواء، ثقتك في نفسك، قيمة النادي الأهلي وهوية النادي الأهلي، الاجتهاد على أرض الملعب، التركيز على إن ما حدث لا يمكن أن يتكرر مرتين على التوالي، ده مهم جدا. وإن شاء الله إحنا كلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين. وأعتقد يا فارس يعني بنسبة كبيرة مباراة الذهاب هتحدد بنسبة كبيرة جدا مين اللي قادر على حسم بطاقة التأهل، أو على الأقل هتسهل الفرصة أمام اللي يقدر يطلع بنتيجة إيجابية من المباراة دي. طبعا أكيد، لأن مباريات خروج المغلوب بتكون مرتبطة، وكمان مش مرتبطة بس على مستوى النتيجة، مرتبطة على السيناريو الفني اللي انت هتلعب بيه. يعني انت لو حققت نتيجة ايجابية هناك، والتعادل طبعا نتيجة ايجابية جدا ان انت تقدر تتعدل في جنوب افريقيا، ده هيأثر هنا ان انت مش هتحتاج تندفع، هيأثر هنا ان انت ربما تكون حاجتك لان انت تباغت وتضغط على ملعبك، لان صن داونز حقق كمان على ملعبك نتائج ايجابيه معاك. فبالتالي القصه يا جماعه مش ان انا اخلص ماتش هناك وحاجه الماتش هنا سهله هنزل اكسب والامور، لا، دي مباريات. انا بشوف كمان فكره الهيفي سكور، يعني ان شاء الله باذن الله احنا نبعد عنها، ولكن بشوف ان المباراتين متكافئين جدا، يعني اللي هيعدي يعدي بفرق جون. القصه مش هتبقى بالسهوله او بالامور وسيناريوهات مرت قبل كده، لان المباريات هتكون فيها تفاصيل مختلفه. كولر اكيد هيكون محضر بشكل مختلف، صن داونز عنده غيابات، بيتر شالولي واحد يا جماعه، هو مش واحد، هو في رايي افضل مهاجم داخل القاره كمهاجم في مركز المهاجم، بس متأكد يعني كهربا من فارس، لان احنا بصراحه زهقنا من فكره التصريحات يعني زهقنا من فكره التصريحات اللي ممكن تاخدنا يعني لسكه ان هو مش متواجد او متواجد، فدي نقطه برضه مش عايزين ناكد على انه صن داونز ما بيلعبش قوي يعني الديرتي جيم ده، ولكن في رايي هو كان بيتكلم تصريح، هو قال لك انا يعني بنصلي من اجل عوده واحد من الاثنين، ده حقيقه. ولوكاس روبرتو برضو غايب، ولكن في النهايه انت كنادي اهلي محتاج تركز، محتاج. انا اتمنى اشوف النادي الاهلي بكره يا جماعه ما بيضغطش من قدام خالص، انت عندك الميد سيرد ده هو اللي انت بتضغط فيه اللي هو منتصف الملعب، تبدا تكثف ضغطك في المناطق اللي زي دي، مش محتاج تندفع. وسؤال، هي ليه فرق زي الوداد فعلا من الفرق اللي بتزهق صن داونز؟ لانها ما بتلعبش معاك كوره، بتلعب تحت الكوره، بتعتمد على فكره التحولات. طب يا جماعه هل النادي الاهلي يقدر يلعب تحت الكوره؟ طبعا كمان، وفي اوقات كتيره جدا كولر عملها حتى في كاس العالم للانديه، وكانت بطريقه مهمه جدا. طيب هل تقدر في التحولات تكون اقوى من الوداد؟ انت مش تقدر، انت اكيد في التحولات افضل من الوداد على مستوى الافراد وعلى مستوى الفريق بشكل عام وقدراته الهجوميه. انت عندك كمان صن داونز الموسم ده او في البطوله دي جماعه، هو من حيث عدد المحاولات الهجوميه هو سابع فريق من وسط 8، يعني بالارقام هو سابع فريق من وسط 8. فانت بتتكلم هل صن داونز بقى فكره اقل من النسخ اللي فاتت؟ انا مش مؤمن بالكلام ده للامانه، ولكن مؤمن ان صن داونز في حاله على مستوى بعض المباريات تخليك لو انت في حالتك هتكون جيد، حتى لو هو جيد. النادي الاهلي لديه سكواد قادر، لديه فريق قوي، لديه مدرب يعرف يتعامل مع المباراه، فانا اتمنى ان شاء الله ده يحصل. ولكن كمان كان عندنا تصريحات مستر مارسيل كولر اللي هو اكتر واحد في الاوقات دي تحب تسمعه وتحب تدور في التفاصيل بتاعه كلامه عشان تقف عند اللي في مخ الراجل ده هو ايه. نروح ونشوف ونرجع نعقب. dass wir hier spielen können, ich freue mich auf das Spiel. ich denke wir haben أنا سعيد بوجودي هنا، سعيد بإن احنا بنلعب هنا، أكيد دي تاني مرة أكون موجود هنا وألعب ماتش هنا. الماتش اللي فات أكيد اتعلمت منه حاجات كتير،
وبالتاكيد ماتش بكره هيبقى مختلف تماما. انا عارف ان سان داونز عنده فريق قوي جدا، وكده كده البطوله دي بتضم اقوى فرق في القاره، لكن بالتاكيد ماتش سان داونز بيبقى دايما ماتش صعب، لكن احنا برضه جايين هنا كابطال دوري الابطال. احنا النادي الاهلي اكبر نادي في القاره، وبالتاكيد هدفنا دايما التاهل. عارفين ان الماتش طالما وصلت لقبل النهائي فانت بتلعب ماتش قوي، لكن هدفنا دايما ان احنا نكسب، هدفنا ان احنا نكسب الماتشين او على الاقل ان احنا نتاهل، وده هدفنا دايما. احنا في النادي الاهلي بتبحث دايما عن الفوز وعن الانتصارات، وده هيكون هدفنا ان شاء الله ان احنا نقدم ماتش كبير بكره وان احنا نتاهل الماتش اللي جاي، واول ماتش هيبقى بكره، فلازم ان احنا نعمل فيه كل حاجه عشان نتاهل النهائي باذن الله. Sie geben nicht holen um für das Rückspiel dann auch gewappnet sein zu können. أكيد طبعا احنا عارفين كويس جدا أهمية المباراة بتاعت بكرة، عارفين المباراة قوية جدا، عارفين صعوبة المباراة. احنا خلاص دلوقتي في قبل النهائي، عارفين ان احنا بكرة الماتش يعني عندنا 180 دقيقة بكرة الشوط الأولاني، احنا جايين هدف واحد ان احنا نتأهل، نركز بكرة في المباراة بتاعت بكرة. وطبعا احنا عارفين فريق سان داونز كويس واللعيبة عارفة أهمية المباراة، ان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره ومعانا التوفيق بكره. ما عندناش اي مشكله خالص، احنا تعودنا ان احنا نلعب مع سان داونز في نفس التوقيت، احنا خلاص عارفين الفرقه عارفه ومصر كلها عارفه ان احنا على طول بنيجي نلعب في افريقيا، بنيجي نلعب في نفس التوقيت، احنا جاهزين في اي وقت ونلعب في اي وقت، والفرقه مستعده بشكل كبير جدا المباراه بتاعت بكره. وانا شايف ان مفيش اي حد يتكلم في الموضوع خالص، احنا مركزين، واهم حاجه بالنسبه لنا الهدف اللي بالنسبه لنا بكره ان احنا نرجع بنتائج ايجابيه عشان الماتش التاني في مصر ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنتكلم على لعيب كبير، لعيب برستاوي يكون معانا اضافه معانا في الفرقه، بس احنا كلنا 30 لعيب كلنا زي بعض، اي حد يكون موجود احنا اي حد يكون موجود 11 لعيب في الملعب بيأدي دوره وبيعمل اللي بينفذ تعليمات الجهاز الفني، اكيد طبعا عشان هو موجود من جنوب افريقيا اكيد طبعا بيبقى عارف الاجواء عامله ازاي، واكيد بناخد خبراته، بنتكلم معاه يعني بيتكلم مع الفرقه وبيدينا خبراته في هنا في الجو والكلام ده، بس في الاول وفي الاخر احنا فرقه واحده وهدفنا واحد، الرجوع ان شاء الله بالفوز. النقطه الاولانيه بس ملاحظ ان سان داونز غير طريقه اللعب، دي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت، لكن غير كده عنده هو نفس اللعيبه الاقوياء، نفس عنده سكواد كويس جدا، عنده لعيبه كويسه، فريق صعب، لكن في النهايه انا ما بفكرش كتير في المنافس، بفكر اكتر فينا احنا، في نقاط قوتنا احنا، في طريقه لعبنا احنا، في كورتنا احنا، وازاي ان احنا نلعب، ده المهم بالنسبه لي، وده اللي احنا هنحاول ان احنا نعمله بكره، وانا متاكد ان احنا ان شاء الله بكره هنقدم هنطلع كل اللي عندنا ونعمل ماتش كويس ان شاء الله. ماتشين بتوع سامبا اكيد احنا كنا بالنسبه لنا دي كانت اول ماتشين في البطوله الجديده، كانت اللعيبه كانت لسه بتستعد للمباراه وبتستعد للمباراه الثانيه، بس اهم حاجه كان هدفنا ان احنا نتاهل، وهدفنا ان احنا تاهلنا وخلاص ننسى المباراتين ونشتغل مع الجهاز الفني الفتره اللي فاتت على الحاجات اللي احنا عملناها كويس والحاجات اللي احنا عملناها مش كويس، واحنا خلاص نسينا المباراتين ونفكر في المباراه بكره. Wir hatten ja nicht so viel Zeit. Das geht auch nicht von heute auf morgen, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, wir haben. طبعا ما كانش عندنا وقت من الماتش اللي فات للماتش ده ان احنا نحل مشكله زي دي، كانت مشكله معانا كمان من السنه اللي فاتت، لكن في المجمل ده طبيعي في الكوره ان الواحد يجي له فرص ويضيعها، ما يجيبش كل الفرص اللي بيجيبها، لكن احنا عندي لعيبه بتقدر تجيب جون، بدليل ان احنا كسبنا كل الالقاب اللي احنا دخلنا فيها السنه اللي فاتت، ده بيبين ان احنا نقدر نجيب جوان، الموضوع بيحتاج بس بعض التركيز والاصرار جوه ال 18، وانا متاكد ان شاء الله بكره ان لعيبتي هتبقى عندها الاصرار ده والتركيز ده جوه ال 18. Und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das morgen auch so sein wird. احنا بنحترم كل الفرق يعني كمجموعه، ما بنحترمش يعني كبير او صغير، اكيد لا. هبدا باهم حاجه في راي كولر قالها، وهي اتعلمت من المباراه بتاعت سان داونز الموسم اللي فات، وده اهم حاجه، واهم حاجه ان انت تشوف تطبيق ده في الملعب. وانا كولر من المدربين اللي انا بثق فيهم جدا، وعشان كده ربما هو تحدي خاص عند كولر، تقعد تتفرج بكره اماكن الضغط زي ما قلنا هتكون فين، طريقه اللعب والتشكيل واختيارات العناصر هتكون ازاي، هتقفل المساحات اللي عندك ازاي، هتستغل المساحات اللي عند الظاهرين في سان داونز ازاي، هتستغل بعض الغيابات حتى في مركز قلب الدفاع ازاي، الكرات الثابته هتتعامل معاها ايه،
امور كتير جدا حتى ايقاع المباراه والريتم. يعني فكره انا دايما بشوف اسوأ حاجه تعملها اللي انت تبدا تلعب بتيمبو عالي وكر وفر مع فريق زي سان داونز ويبدا يسحبك للكره اللي هو عايز يلعبها. انا بشوف ان الاهلي يلعب كورته مع فرق مختلفه. كولر قال جمله مهمه ان انا مركز على طريقتي اكتر ومركز على نفسي اكتر، بس اكيد ده وفقا لمعطيات ايضا تتعلق بالمنافس. يعني ما تفتكرش الجمله دي ان كل الراجل هيحط تشكيله ومالوش علاقه سان داونز بيلعب ازاي، هيحط طريقه لعبه واستراتيجيته في بناء الهجمه والتحضير ومالوش علاقه سان داونز بيلعب ازاي، اكيد ده مش هيحصل. ولكن كولر اتكلم يا جماعه في نقطه مهمه جدا وهي اضاعه الفرص. وانا بالنسبه لي النادي الاهلي في مباراتين سيمبا اهدر العديد من الفرص، مش بس في ده، انا بشوف ان النادي الاهلي في مباريات كتير جدا هو الفريق اللي بيكسب 3 بس ممكن يكسب 6، والفريق اللي حتى في مباريات ديربي ممكن يكسب 4 بس لا هو كان ممكن يكسب 6 و7 ايضا. فانا بشوف ان انت لسه عندك مشكله وهي اهدار الفرص. علقنا امال على وجود مودست. مودست في رايي في وجود مباراه بدنيه في اجواء هو مش متعود عليها في تحضيرات مختلفه صعب يبدا. طب اذا انت بتلعب بالمجموعه اللي هو قال بقى ان حققت كل البطولات السنه اللي فاتت، وده مهم جدا ان انت تيجي تتكلم ان عندك مشكله بس تيجي توصل لقناعه ان انت عايز تحلها، بس حتى والمشكله قائمه انت كنت بطل كل شيء. فدي اعتقد معادله يعني كولر اكيد نفسيا كان عايز يكون الحلول عمليه على ارض الملعب ان انت تطورت هجوميا في عمليه انهاء الهجمه، ولكن مهم انك توصل رساله نفسيه ان يا جماعه حتى وده حصل انا برضو الموضوع ده ما ينفعش ازرعه في عقل الفريق بتاعي ان انا عندي مشكله اضاعه الفرص، عندي مشكله اضاعه الفرص واللي استرس عليه اكتر من لازم يا اسامه هو ممكن يتسبب لك في مشكله اكبر. وعشان كده يعني هو منح الثقه للاعبين وقال انا برغم ان انا عندي مشكله ولكن ومش هقدر احلها بمباراه عوده امام سيمبا ومباراه ذهاب امام سان داونز، ولكن انا ثقتي ان اللعيبه هتكون مركزه، وهو ده اللي احنا طالبينه، فكره التركيز والبخل الشديد جدا في اهدار الفرص. يعني ايه بخل؟ يعني حاول تاخد اقصى وقت متاح ليك داخل منطقه الجزاء قبل ما تاخد القرار، حاول تاخد كل الاحتمالات اللي ممكن تخليك تلعب الكره داخل الشباك قبل ما الكره توصل لك. دايما كده يكون عندك سكان، دايما يكون عندك تفكير سكان، تبدا تشوف انت واقف فين بينك وبين المدافعين، تبدا تلعب على اللاعب اللي معاه الكره ده بيلعب باي اسلوب انت حافظه من التدريبات، تقدر تلعب على فكره ان انا هاخد القرار في الزاويه دي، هاخد القرار وانا مركز وانا هادي. لان اللي حصل في مباراه سيمبا مع كامل احترامي وتقديري سيمبا مش سان داونز، لان سان داونز سيمبا انت جات لك الفرصه ان انت تطلع من مباراه كان ممكن تتعاقب حرفيا على اهدار الفرص وتحديدا في الشوط الاول انك مهزوم في الذهاب 2-1، ولكن انت قدرت تعادل 2-2 لان خبرات سيمبا مختلفه تماما عن خبرات سان داونز، وبالتالي انت الفرصه امام فريق سان داونز هي اغلى بكتير جدا من وجهه نظري في فرصه امام فريق زي فريق سيمبا او فريق اخر، وبالتالي انت محتاج تكون في قمه تركيزك اللي ما يشوش على قرارك، لان ده مهم جدا ان يكون التركيز بيخدم قرارك مش تركيز يخليك متسرع عايز تسجل بسرعه قلقان لا تضيع. كل ده امور في كره القدم بيحصل ان انت عادي تاخد الفرص، لكن مهم ان انت تحاول من الاكسبكتد جولز اللي هتجيلك تقدر توصل للتارجت ان انت تحقق اعلى استفاده منها. وده طبعا ثقتنا في كهرباء كبيره جدا، ثقتنا في رضا سليم كبيره جدا، او حسين الشحات او بيرسي تاو الخط الامامي، او حتى اي لاعب يلعب من خط الوسط ثقتنا فيهم كبيره جدا، ومحتاجين ان هم يكونوا مركزين في انهاء الهجمه. وعجبني من كلام محمد الشناوي، يعني يمكن كان الفيديو ما بين كابتن محمد الشناوي ومارسيل كولر، فكره ان انتوا بتكلمونا عن الساعه 3، ولما يتوجه سؤال عن الساعه 3 لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان الناس دي بتلعب مايند جيم معاك على فكره ارهابك من الساعه 3. ما هو السؤال اتسال ليه من الصحفيين هناك؟ عشان في نتائج سلبيه اتحققت وهم عارفين ان في مشكله بتدار دائما وابدا لما الاهلي يلعب في افريقيا الساعه 3، فرمى السؤال لمحمد الشناوي. أنا يهمني بقى إن كابتن محمد الشناوي اللي قاله في المؤتمر الصحفي ده يتطبق على أرض الملعب، إن إحنا مش فارق معانا التوقيت. وهي القصة مش قصة الساعة 3 إن الجو حر، لأ، قصة أصلاً أسلوب اللاعب المصري وتوقيت المباريات في الدوري المصري بتخلي إن اللاعب في الساعة 3 ما بيكونش في قمة تركيزه، لأن أنت المفترض بتقوم الساعة 8 تبدأ تاخد وجبة الإفطار، تبدأ تاخد وجبة الغداء قبل ما تنزل لفكرة
التمرين او المباراه الساعه 6 او 7 بتاخد وقت راحه. الوقت اللي انت معتاد عليه في مصر تاخده راحه هو الوقت اللي انت هتلعبه في صن داونز مباراه قويه وكبيره. فعشان كده الناس دايما بتروح لفكره ان اصل الجو حر، اصل درجه الرطوبه عاليه. لا، القصه ان الاسلوب بتاع تعاملك مع المباريات في توقيت الدوري المحلي مختلف تماما وفجائيا، ان انت في خلال 72 ساعه محتاج تغير ده امام صن داونز. عشان كده انا كان يهمني جدا ان انت بمجرد ما تصل مساء الخميس يكون في حلقه، انام اصحى بدري ابدا اتعايش مع القصه دي. والتمرين الاخير اللي تم النهارده في نفس التوقيت من 3 ل 4 اتمنى يكون فيه المردود الفني والبدني والذهني يكون شيء مطمئن لمارسيل كولر غدا ان شاء الله. عشان كده قصه 3 هي قصه اسلوب اللاعب المصري مع توقيتات المباريات في الدوري المصري. اما بالنسبه للشناوي زي ما قلت لحضراتكم، هو نتمنى يكون جاهز، وعجبني ان هو احنا حاسين بقيمتنا كلاعيبه النادي الاهلي وحاسين بقدرنا وداخلين ننافس على اللقب وداخلين نقدم مباراه جيده. واستعنا ببيرسي تاو في كلامه عن طبيعه جنوب افريقيا، وان كنا يعني عندنا هذه الخبرات، ولكن هو تم السؤال عن بيرسي تاو. وبالتاكيد انت لازم تسال لما يكون لاعب من جنوب افريقيا ورايحين نلعب في جنوب افريقيا، وكمان هو كان بيلعب فريق صن داونز والمدرب حاليا كان مدرب مساعد، فلازم نسمع اكيد بيرسي تاو. فعندنا طبعا لقاء مع بيرسي تاو نقدر نسمع بيرسي تاو ورايه في المباراه ونرجع نعقب. Look, I think I expect a team that is that wants to win, and a team that also wants to get to the final, and a difficult opponent. But anyway, we are also prepared and we want to do better. We are also prepared for them. Yeah, it's just one of those games where I'm playing with a lot of familiar faces, and then yeah, the coach that I worked with also. But anyway, I'm also looking forward to the game. نلعب ماتش بكره مع فعلا ناس كتير اعرفها، وجوه مالوفه كتير بالنسبه لي هبقى شايفها بكره، بالذات المدرب انا اشتغلت معاه قبل كده، لكن كل ده بالنسبه لي ورا ظهري. اهم حاجه بالنسبه لي ان احنا نعمل ماتش كويس بكره، ان احنا نكسب بكره ان شاء الله. Yeah, look, that's also a big difference to show that we are a team that is willing to take the knock but also keep on going. And the only thing that matters to us right now, which is totally different from the last one, is we are in the semi final. And then we want to go to the final. Last time we were in the group, so now we are in the semi-final, and we want to do everything to get to the final and win it. المواجهة مختلفة تماما عن المرة اللي فاتت، الظروف مختلفة تماما عن المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا كنا بنلعب طبعا الفارق الأكبر ان احنا جايين واحنا واخدين كل البطولات زي ما حضرتك قلت، لكن الفارق الأكبر كمان الماتش اللي فات كان في دوري مجموعات، الظروف مختلفة عن ان انت ماتش قبل نهائي، الدوافع بتبقى مختلفة والأهداف مختلفة تماما. هبدأ من حيث انتهى بيرسي تاو، هي دي القصة. المقارنة مع المباراة في الموسم الماضي مختلفة تماما. انت كنت بتلعب في دور المجموعات، فممكن وانت بتستقبل هدف انت بتضغط عشان تحقق التعادل وحصل وتعادلت، وانت بتستقبل هدف واتنين لما وصلت تلاتة بتضغط وبتحاول ان انت ترجع في المباراة وحصل، وبيرسي تاو قدر يسجل الهدف التاني. في مباراة النوك اوت انت هنا هتلعب على ان انت تحقق نتيجة ايجابية بالتأكيد، لكن مش هتندافع، ما ينفعش تندافع، لان لا قدر الله حتى لو استقبلت هدف انت لازم تحافظ على الريتم بتاعك وتحافظ على طريقه التحولات اللي انت ممكن تلعب بيها. قدرت تعادل ده هيبقى شيء ايجابي جدا، لكن على الاقل ما تستقبلش اهداف اخرى. فالوضع مختلف تماما في مباراه النوك اوت. لكن عجبني بيرسي تاو، وانا اتمنى بيرسي تاو تحديدا يكون في حالته، اتمنى طبعا كل اللاعبين يكونوا في حالتهم، لكن بيرسي تاو لعب مباراه كبيره جدا امام فريق صن داونز الموسم الماضي وسجل هدف، وكان الحقيقه مش عايز اقول نجم المباراه، كان النجم الابرز في المباراه. يعني بعض اللاعبين او معظم اللاعبين كانوا بره اليوم بتاعهم، يعني دي اوف، الا بيرسي تاو، وبالتالي انا محتاج استغل ده عند بيرسي تاو. وخاصه ان انا عاجبني كمان ان بيرسي تاو من الشخصيات اللي لا تتاثر بالجماهير، وانتم عارفين الوضع اللي حاصل في جنوب افريقيا لما اعتذر بسبب مرض ابنه عن منتخب جنوب افريقيا، كل ده ممكن يخلق عليه نوع من انواع الضغط. ان شاء الله بيرسي تاو يكون قادر على قياده لاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله تكون كل اللاعبين في يومها ونقدر نطلع بنتيجه ايجابيه، ان لم يكن الفوز باذن الله على الأقل ترجع بتعادل إيجابي يسهل عليك مشوارك في البطولة وتصل بإذن الله للمباراة النهائية. أعتقد يا فارس يعني كلام بيرسي تاو كان مهم جدا إن يتعمل معاه لقاء، لأنه
احد ابرز من وجهه نظرنا كمان نجوم القاره، راجل في اخر بطوله دوري ابطال افريقيا مساهم في 10 اهداف، وده ما حصلش من اعتقد مساهمات ابو تريكه في 2006 تقريبا. وعشان كده بيرسي تاو يا جماعه انا يمكن شفت بعض الاراء اللي بتتكلم عن فكره اصل البدء ببيرسي تاو، اصل ممكن تكون مناوره. انا عن نفسي بالنسبه لي بيرسي تاو من اهم اللعيبه اللي لازم تبدا المباراه، لان اولا على الجانب النفسي لاعب زي ما قلنا في مباراه الخساره بخماسيه كان هو افضل لاعب عندك، كان لاعب دايما 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 وهو بيروح بيصنع الفارق. وكمان مهم يا جماعه نعرف ان بيرسي تاو بينظر ليه في جنوب افريقيا وكانه يعني ميسي بالنسبه لهم، بمقارنه بلاعبي جنوب افريقيا هو نجم المنتخب الاول وهو النجم الشباك الاول في جنوب افريقيا. فبيرسي تاو هو لاعب مهم جدا جدا جدا، انه حتى على المستوى النفسي وحتى على مستوى الخبرات وعلى مستوى معرفته في فريق سان داونز. فطبيعي يا جماعه انا لو بفكر في لاعب، يعني لان انا استغربت جدا الراي ده، بفكر في لاعب عنده فكره اللعب الساعه 3، عنده فكره اللعب على الملعب ده، عنده فكره اللعب قدام الجماهير ده، عنده فكره التاثير حتى العمل اللي شفناه قدام سان داونز، عنده فكره الافضليه النفسيه ازاي الناس في جنوب افريقيا وازاي حتى زملائه شايفينه. هشوف ان بيرسي تاو يكون اهم لاعب انا مفترض رقم واحد اقول ان هو في تشكيل النادي الاهلي. فعشان كده بيرسي تاو كان كلامهم جدا مهم. وربما يا جماعه في مفارقه، يعني في امور سلبيه لازم برضو زي ما كنا بنقول تطلع منها بشيء ايجابي. ما هو الانسان اللي بيبص نص الكوبايه الفاضيه ده هيفضل عنده مشكله طول الوقت. مباراه سيمبا فعلا في مشاكل كتيره جدا ولكن فيها ايجابياتين. انا بشوف ان النادي الاهلي هو عدو نفسه الاول فنيا، يعني اللعيبه في اللحظات اللي كان عندها ثقه عاليه ونظره فيها ثقه بالنفس اكتر من اللازم تصل الى حد الغرور، هي دي اللحظات اللي فقدنا فيها مباريات او بطولات زي بطوله السوبر امام اتحاد العاصمه او مباراه سيمبا. انا كنت في المباراتين دول حاسس ان اللعيبه شايفه نفسها افضل، مستسهله الامور نسبيا، فكانت بتتعاقب كرويا. فانا شايف ان ربما شيء حسن جدا 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 ان القرصه دي بالبلدي كده ما تجيش في ماتش سان داونز، وان ما تكسبش سيمبا رايح جاي. هو اكيد طبعا الافضل انك تعمل كده، ولكن انا بتكلم في برضه جزء ايجابي، ان انت كنت تكسب هيفي سكور رايح جاي فتيجي تروح قدام سان داونز حاسس نفسك انت يعني ما فيش حاجه فارقه معاك، انت السنه دي غير، انت وصلت لحته تانيه خالص غير اللي كنت لا انت دلوقتي باصص بتواضع، باين في كلام كولر، باين في كلام اللعيبه، وطبعا دي صور من وجود اللعيبه في فندق الاقامه. النقطه الثانيه ايضا المهمه في رايي هي فكره انك لعبت المباراه الساعه 5. هتقول لي انا ده وقتها مش اكيد مش افضل حاجه، انا بقول الدرس بقى، انت رايح تلعب الساعه 3 في وقت مش متعود تلعب فيه، اللاعب بتاعك لعب الساعه 5 لعب في وقت مش هو المعتاد بالنسبه له، مش الساعه 9 بالليل، مش الساعه 7 بالليل، لعب بدا المباراه بالنهار. فربما هناك بعض الامور اللي على قد ما احنا كنا زعلانين من مباراه سيمبا، على قد ما اعتقد لو احنا قدرنا نستغلها هيبقى كويس. واعتقد في حاله هدوء واضحه على البعثه، وانا يا جماعه بشوف الهدوء ده نابع من ان انت كبير القاره وبطل القاره وممكن تقع في مباراه، بس في النهايه يعني من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. انا بشوف ان دي قصه النادي الاهلي، هو النادي الاهلي مش بطل المباراه ولا بطل الصدفة ولا بطل الاستثناء، هو بطل القاعدة والبطل طول الوقت. فأعتقد ده اللي مدي حالة الأريحية رغم أن أنت الفريق ده وأنت رايح تلعبه كنت قبل كده محقق نتيجة كبيرة. لا مهم، مهم جدا اللقطات اللي احنا شايفينها دي، ومهم ده اللي ينعكس في أرض الملعب من فكرة ثقتك أن أنت النادي الأهلي، وده بالتأكيد إن شاء الله بإذن الله نلمسه غدا في مباراة سان داونز. و يعني طبعا دي لقطات الخاصه بقناه النادي الاهلي، عم حارس طبعا وبطولات عم حارس، وده طبعا يعني مارسيل كولر في محاضره الفنيه او دخول اللاعبين الى المحاضره الفنيه واجواء اللاعبين في الفندق. طبعا محمد هاني ودور كبير جدا، محتاج محمد هاني يكون بكره في مستوى محمد هاني اللي نهى بيه الموسم الماضي، كان مستوى قوي جدا وكان مؤثر بشكل كبير. مروان عطيه عليه عامل كبير زي ما قلت، المنطقه دي زون 14 مهمه، وان شاء الله يعني الضحكه بتاعه رضا سليم دي نتمنى نشوفها وهو بيسجل بكره ان شاء الله. عندي ثقه كبيره ان هو ممكن يكون يعني كلمه السر في مباراه الغد. علي معلول، اليو ديانج، طبعا ان شاء الله كل التوفيق للاعبي
النادي الأهلي، أجواء مطمئنة، الطمأنينة باينة على وجوه اللاعبين. أكيد هيكون إن شاء الله معنا يعني اتصال بنحاول فيه مع البعثة هناك مع مراسل قناة النادي الأهلي، ولكن يعني ممكن يكون بعد فاصل إن شاء الله. طبعا دي ما زلنا مستمرين مع لقطات اللاعبين. هنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل لسه مكملين، والأهلي خط أحمر ولا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي وصن داونز، مباراة الذهاب إن شاء الله نتيجة إيجابية وفوز للنادي الأهلي خارج الديار. ورجعنا لكم وباقي فقرات برنامج الأهلي خط أحمر، وفي ليلة مباراة هامة جدا ومن أهم المباريات اللي خطها النادي الأهلي على مدار الموسم الماضي وهذا الموسم. ويمكن زي ما أسامة كان بيقول بعد الفاصل يكون معنا مراسلنا، وأعتقد يعني جندي ليس بالمجهول، هو جندي معلوم، مراسلنا مراسل قناة النادي الأهلي فاروق صلاح. والنهاردة يعني أجواء المباراة هي الحدث. بنرحب بك يا فاروق معنا في الأهلي خط أحمر. وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من بريتوريا بالتحديد مقر إقامة فريق النادي الأهلي. لا صوت يعلو فوق المباراة المنتظرة غدا بإذن الله. المباراة اللي هتقام على استاد لوفتس فراسفيلد، الاستاد اللي هيستضيف مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي للدوري الافريقي، اللقاء اللي بيجمع واحدة من كلاسيكيات القارة الافريقية، الاهلي وصن داونز. مباراة بينتظرها جمهور المصري وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، وايضا جمهور فريق ماميلودي صن داونز هنا في بريتوريا باذن الله. باذن الله فاروق، يعني طمنا طبعا على الحالة الذهنية وحالة الانضباط داخل المعسكر للفريق. عايزين كده يعني نشوف، انت كنت معانا قبل كده في ليلة مباراة التعادل 1-1، نتمنى يعني ان شاء الله يكون بكرة نتيجة ايجابية للنادي الاهلي، ولكن مهم جدا تطمنا على فكرة تعود اللاعبين وتدريب النهاردة في نفس توقيت المباراة. انقل لنا كل اللي دار النهاردة خلال التدريب اللي يطمئن جماهير النادي الاهلي. يعني خليني يا اسامه يعني اطمن كل جماهير النادي الاهلي. خليني اكد في البدايه ان هي طبعا مباراه صعبه، مباراه قويه جدا، بتلعب خصم قوي جدا، خصم فريق ماميلودي صن داونز. عايز اقول لك كل الاوساط هنا في جنوب افريقيا، او يعني خليني اكلمك في الوقت اللي انا بكلمك فيه، طبعا انت سامع صوت الجمهور، لان في هذه الاثناء انت بتتكلم ان في نهائي كاس العالم للرجبي اللي بيجمع ما بين المنتخب جنوب افريقيا ومنتخب نيوزيلندا، فاجواء جماهيريه كبيره جدا هنا في بريتوريا يعني في كل مكان في جنوب افريقيا. طبعا المباراه النهائيه لكاس العالم الجميع طبعا بيلتف حول منتخب جنوب افريقيا. هذه المباراه مديه انطباع كامل يعني ايضا للاوساط الاعلاميه والحديث هنا في جنوب افريقيا. الجميع بدا انه يعني في كلامه ان هم متلهفين دايما لمواجهه الاهلي، يعني دايما الجماهير ماميلودي صن داونز او جماهير الانديه الاخرى اصبحت تتمنى الوجود الاهلي في جنوب افريقيا. مباراه تحظى باهتمام جماهيري، مباراه بتحظى باهتمام اعلامي، كل الأوساط الإعلامية هنا بتتحدث على هذه المباراة أنها واحدة من كلاسيكيات القارة السمراء، مباراة بتصنع مدربين وبتصنع لاعبين. ويعني قالت بعض الصحف أن فريق ماميلودي صن داونز استمد جزء من جماهيريته وشعبته في القارة السمراء من مواجهاته مع النادي الأهلي، وأن هي واحدة من أصعب المباريات. اتكلم ده طبعا يا اسامه على تدريبات النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي مع يعني قدوم الاهلي هنا الى جنوب افريقيا، خليني اقول لك برضو شويه تفاصيل، ان النادي الاهلي مغير مكان الاقامه اللي كان معتاد دايما بيقيم فيه في بريتوريا، تم تغيير المكان. ايضا بالامس الكابتن خالد بيبو كان توجه الى ملعب التدريب اللي هيؤدي عليه تدريبات النادي الاهلي، ويعني الملعب لم يلقى استحسان الكابتن خالد بيبو اللي قدر ان هو يغير ملعب تدريب للنادي الاهلي، ادى عليه واحد من افضل الملاعب. طبعا هي مجموعه ملاعب في جامعه بريتوريا، ولكن الكابتن خالد بيبو طبعا بالتنسيق مع مستر كولر قرر ان هو يغير ملعب التدريب اللي احنا كنا متعودين دايما بنتدرب عليه، فقرر التدريب على ملعب يشبه بنسبه كبيره جدا الملعب اللي هيخوض على الاهلي عليه مباراه الغد باذن الله، استاد لوفتس. بالامس كان تدريب الاول للنادي الاهلي،
والنهارده كان التدريب الرئيسي على ملعب لوفتس اللي هيستضيف احداث اللقاء. خليني اقول لك برضو حاله التركيز الشديد اللي احنا لمسنا من لاعبي النادي الاهلي، يعني من واحنا جايين على الطياره يا فارس ويا احمد في تركيز شديد عند اللاعبين، اللعيبه مركزه احنا رايحين جنوب افريقيا، رايحين ان احنا نكسب، رايحين ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، مباراه صعبه جدا، تركيز مطلوب جدا من لعيبه النادي الاهلي. مستر كولر الامور اللي بياكد عليها مع اللاعبين في كل حديث، سواء في المحاضره الفنيه، سواء في التدريب، سواء في الاحاديث الجانبيه، ضروره استغلال الفرص، ضروره استغلال انصاف الفرص. مستر كولر في كلامه مع اللاعبين محاضره النهارده قال ان المباريات اللي زي دي بتحسم على التفاصيل بسيطه جدا، مهم جدا ان نستغل كل فرصه. سمع معايا طبعا التشجيع طبعا للجماهير، طبعا زي ما قلنا المباراه اللي بتقام في هذه الاثناء، لكن خليني ارجع لمستر كولر اللي اتكلم مع اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص، ضروره تسجيل الاهداف. قال المباراه زي دي لازم استغل كل فرصه، واعتقد يعني من كلام مستر كولر النهارده في المؤتمر الصحفي ان قال اتوقع باذن الله ومتاكد ان اللعيبه هيكون في كامل تركيزهم ان شاء الله يستغلوا الفرص غدا باذن الله في هذه المباراه. اللعيبه يا فارس، اللعيبه يا اسامه، في تركيز، في جاهزيه، بطمنك على حاله اللاعبين سواء من الحاله الفنيه من الحاله البدنيه، ان شاء الله مباراه تظهر فيها شخصيه لعيبه النادي الاهلي غدا باذن الله. فاروق خلينا اسالك، يعني الاصوات اللي هي حاصله جنبك دي اولا بتاثر او بشكل او باخر على اللاعبين ولا واصله لهم، ولا ده مش مؤثر اطلاقا على حاله اللاعبين اللي بياخدوها، الاسترخاء، النوم البدري عشان المباراه، الاستعداد مؤثره او لا؟ وتاني حاجة، انت دايما بتتواجد مع الفريق في السفريات، ايه يا فاروق اللي انت لمسه المرة دي، او انت حاسس حالة اللعيبة النفسية، كلامهم مع بعض الجانبي بعيدا عن المؤتمرات الصحفية، يعني كلمني في الجانب النفسي شايفه ازاي، لانه مهم جدا. وحالة الصوت اللي احنا سامعينه بوضوح ده، هل مؤثر على اللاعبين في مقر الإقامة ولا مش مؤثر عليهم اطلاقا؟ لا يعني خليني اقول لك يا اسامه او يا فارس، الاصوات دي طبعا زي ما قلنا ان دي احتفالات للجماهير في هنا في جنوب افريقيا بالمنتخب الجنوب افريقي اللي بيلعب زي ما قلنا في هذه الاثناء نهائي كاس العالم امام نيوزيلندا، فبيحتفلوا بالاهداف، بيحتفلوا ب يعني اجواء جماهيريه كبيره جدا منفصله تماما عن اللاعبين، اللاعبين مركزين. بعض من اللاعبين خليني اقول لك برضو ان هو بيتفرج على هذه المباراه، بيرسي تاو ايضا قاعد يعني بيتابع هذه المباراه، بيتمنى طبعا التوفيق لمنتخب جنوب افريقيا. خليني اقول لك ان بيرسي تاو يعني بيعامل هنا في جنوب افريقيا يعني بيلقبوه بميسي، يعني اكثر اللاعبين شهره مش في لعيبه الاهلي بس، ايضا اكثر من لاعبي ماميلودي سان داونز، يعني اكثر اللاعبين او اكثر شخص في كره القدم هنا بيتمتع بشعبيه جارفه هو بيرسي تاو. بالنسبه يا فارس لحاله اللاعبين، خليني اقول لك يعني الواحد دايما بيبقى متواجد مع اللاعبين، لكن اللي انا لمسه من اللاعبين، اللعيبه يعني معظمهم بتتكلم في امر احنا جايين نكسب، احنا جايين نلعب مباراه كبيره، احنا جايين واحنا واخدين كل حاجه السنه اللي فاتت، ده بيدينا حافز اكتر. احنا السنه اللي فاتت احنا اتغلبنا هنا، لكن احنا توجنا بطل القاره السمراء، ده بيدينا حافز اكتر، ده بيزيد علينا من الحماس للاعب النادي الاهلي اللي نتمنى يكونوا في يعني في كامل تركيزهم في هذه المباراة. عايز برضو يا فارس لو وقتك يسمح احاول اقربك اكتر من معسكر ماميلودي سان داونز، بعض الاوساط وبعض الاخبار عن غيابات او اصابات، خليني اكد لك جاهزية كافة لاعبي فريق ماميلودي سان داونز لهذه المباراة باستثناء غياب اللاعب موديبي مافالا اللي كان تم طرده في لقاء بترو اتلتيكو، لكن يعني على مدار الايام الماضية طبعا استعاد الفريق لوكاس، اللاعب لوكاس ريبيرو، بيتر شلاويلي، وايضا اللاعب مارسيلو الياندي. خليني اقول لك ان على مدار الثلاث ايام الماضيه بيتر شلاويلي كان بيؤدي التدريبات في فريق ماميلودي سان داونز. رولاني ماكوينا طلع في بعض الاوساط قال انا بتمنى وبصلي ان انا اللعيبه ترجع، باكد لك جاهزيه اللاعبين خلاص يعني فريق بلاش يا فاروق. يعني احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده هنا وقلنا ان دي يعني مايند جيم بيتلعب، واحنا يعني خلاص بقى مش علينا الكلام اللي بيتقال ده، واكدنا ان احنا ممكن نلاقي اللاعب موجود في ارض الملعب بشكل طبيعي جدا. لكن يا فاروق طمني على درجه الحراره، درجه الرطوبه، الاجواء ايه؟ يعني مريحه، انت عارف طبعا اللاعب المصري وقصه الاجواء بتكون في بعض الرطوبه، بعض الشيء بتؤثر على اداء اللاعبين. ايضا كلمنا عن استعداد فكره العوده ورحله العوده، هتكون هل بعد المباراه مباشره ولا يكون في وقت، خاصه واحنا معانا طائره خاصه؟ قول لي القصة ازاي؟
يعني خليني يا اسامه بالنسبه للاجواء النهارده، يعني الجو اكثر من رائع، يعني الجو هنا ممتاز جدا بالنسبه لليوم. غدا باذن الله ايضا من المتوقع، بالمناسبه النهارده كان في سقوط امطار بغزاره هنا على بريتوريا مقر اقامه فريق النادي الاهلي. درجه الحراره من المنتظر غدا في توقيت المباراه هتكون يعني ما بين ال 20 ل 22 درجه مئويه. الجو ابتدى يتحسن من النهارده. من المنتظر ايضا ان غدا باذن الله هيكون نفس يعني درجه الحراره، ان لم يكن من الممكن تكون اقل شويه كمان عن اليوم. يعني طبعا باستثناء الامس كانت درجه الحراره عاليه جدا، اللاعبين ادوا التدريب في تمام الساعه 3 في توقيت المباراه كانت درجه الحراره عاليه جدا. النهارده ايضا الفريق ادى في نفس توقيت المباراه، لكن درجه الحراره النهارده افضل بكتير جدا. من المنتظر غدا باذن الله يكون نفس درجه الحراره او اقل. اعتقد جو هيكون ملائم طبعا ان احنا نشوف مباراه ما بين الفريقين، نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. من المقرر طبعا يا اسامه ان شاء الله بعد انتهاء المباراه باذن الله فريق الاهلي هيتجه مباشره الى يعني من مقر الاقامه او من ملعب المباراه بالحافلات الى مطار جوهانسبرغ، ومن ثم استقلال الطائره الخاصه والعوده الى القاهره. طبعا احنا رحله الطيران طبعا انت عارف يا اسامه كانت على متن طائره خاصه بالزبط. رحله الذهاب اللي يعني استمرت لتسع ساعات، لكن ان شاء الله كل الاجواء يا اسامه يا فارس اللي احنا لمسنا. انا بطمن انا على المستوى الشخصي يا اسامه، انا على المستوى الشخصي يا فارس انا يعني انا متفائل ان شاء الله يكون خير باذن الله في هذه المباراه. يعني يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، تركيز لعيبه النادي الاهلي يوم الغد ان شاء الله، كل دعوات كل جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ويعود الى القاهره ويبقى الكل حدث حديث في مباراه العوده باذن الله ان شاء الله. يعني فاروق، يعني قبل ما اشكرك، يعني اخيرا عندك اي معلومه عن طائره سان داونز او تحرك سان داونز؟ هل هيكون بعد المباراه مباشره ولا ممكن يتاخر شويه لان الفاصل الزمني ما بين الذهاب والعوده 72 ساعه؟ لا يعني خليني أكد لك برضو على هذه المعلومة يا أسامة، ودي أعتقد نقطة مهمة جدا أنت أثرت هذا الأمر. خليني أقول لك أن أيضا فريق ماميلودي سان داونز هو داخل في معسكر يعني قبل المباراة ب 48 ساعة داخل في معسكر لهذه المباراة. عقب انتهاء المباراة مباشرة هيتجه لاعبي فريق ماميلودي سان داونز على متن طائرة أيضا والاتجاه إلى القاهرة عقب اللقاء مباشرة. زي ما قلنا أن الفريق داخل معسكر قبل المباراة ب 48 ساعة، ينهي المباراة ويخلص المباراة هيتجه مباشرة إلى مطار جوهانسبرغ والتوجه الى القاهره باذن الله والتحضير لمباراه العوده. نتمنى طبعا نحقق انتصار وفوز هنا في البريتوريا، ثم ان شاء الله نحقق الفوز ايضا في القاهره باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا زميلنا فاروق صلاح، يعني حطيتنا في الحدث، وباذن الله متفائلين بتواجدك، وباذن الله متفائلين بالحاله اللي احنا بنشوفها واللي انت نقلتها لنا، وان شاء الله النادي الاهلي يعود بنتيجه ايجابيه. ويمكن انا قلت لك يعني بلاش تسمع لكلام مكوينه، قلت لك ان بينامونا. لا قلت لك صح، قلت لك ولا لا انا 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 همشي ورا فاروق. ما لا ما انت خوفي لفاروق يكون بينيمنا هو كمان. لا لا ما لا كده بيخلينا ناخد حذرنا. لا هو كده بيخلينا ناخد حذرنا. لا انا قلت لك اول لما يقول لك انا بصلي عشان لاعب من الاثنين يرجعوا لي، اعرف ان الاثنين بيشاركوا في التدريب، اعرف ان الاثنين هيلعبوا حتى هو بيلعب بفاروق الواحد بالظبط كده. يعني اعتقد فاروق صلاح حطنا في الحدث بشكل كبير، ان شاء الله يكون توفيق ربنا حليف النادي الاهلي. اتكلمنا عن كل الاجواء، اتكلمنا عن مباراه ذهاب الموسم الماضي، اتكلمنا عن مباراه نوك اوت، جبنا بيرسي تاو. اعتقد يا فارس عندنا نقطه ما ينفعش نغفلها، وهنا مش بنقول اللعيبه ركز عليها، ولكن لما يكون عندنا طاقم تحكيم حديث العهد، ويمكن ده متجه كاره افريقيا الى حد بعيد، ولكن عندنا بعض السلبيات حصلت في مباريات ما ينفعش نتجاهل ده وما نتكلمش عنه. عندنا بعض السلبيات، ولكن كمان يعني طاقم التحكيم يا جماعه هي فلسفه فعلا لدى الاتحاد الافريقي واضحه، فكره ان هو بيدي فرص لحكام جدد. ولكن انا بالنسبه لي ده يحصل ويكون جيد لو بيحصل يا اسامه في اطار ان الحكام الجدد دول بيقابلوا بلاء الحسن. انما اللي بيحصل هو امر مختلف تمام. يعني لويس دي جوندو لما تيجي تشوف تاريخه وتيجي تشوف بعض الامور هتلاقي عندك كتير جدا من علامات الاستفهام والتحفظات. اعتقد محتاجين نشوف التقرير ده عشان نفهم ايه هي المليون علامه استفهام ممكن تكون عندك وانت بتسمع عن لويس دي جوندو. اعلنت لجنه الحكام بالكاف طاقم تحكيم مباراه الاهلي وصن داونز، ويقوده الحكم البنيني لويس دي جوندو، ويعاونه اريك المافو من بنين ولويس اوليفيرا من انغولا. مواجهة الأهلي وصن داونز هي الأولى له في تاريخه التحكيمي لفريق مصري،
قاد 3 لقاءات فقط أنيمبا والمريخ بالدور الأول موسم 2020-2021 ومباراة فيتا كلاب وشبيبة القبائل بدور المجموعات 2022-2023 وأخيرا هذا الموسم بدور 32 بالوداد المغربي ضد هافيا كوناكري. وفي بطولة الكونفدرالية لعب 7 مباريات فقط وشارك في إدارة مباراة وحيدة في بطولة إفريقيا للمحليين التي أقيمت مؤخرا في الجزائر. لم يتم اختياره للتحكيم في أي بطولة إفريقية. وفي 18 مباراة قادها الحكم البينيني أشهر الكرت الأصفر 66 مرة والكرت الأحمر في 5 مناسبات. وفي غرفة الفار الحكم ماريا ريفيت من موريشيوس، وهي أول سيدة تدير غرفة تقنية الفيديو المساعد في بطولات الكاف، ويعاونها الحكم المغربي عادل زراق، وهو نفس طاقم التحكيم في غرفة تقنية الفيديو المساعد في مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. أعتقد يعني كتير جدا من علامات الاستفهام حوالين طاقم الفار. طبعا ربما يعني احنا بنتكلم ان سواء ماريا ريفيت الموريشيسية او بنتكلم في عادل زراق المغربي، هما بالنسبة تصنيفهم داخل الاتحاد الافريقي لحكام الفار ان هما من حكام النخبة في الفار، ولكن احنا مرينا ببعض التجارب السيئة سواء في البطولة مع فريق زي سيمبا او مع نفس الطاقم في السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة. وعشان نقول لكم مخاوفنا اللي مش نابعة ان احنا يا جماعة عشان البعض ما يعتقدش ان احنا بنستدعي التحكيم بلا مبرر، احنا بنكلمكم في معطيات بسيطة جدا. حكم ليس لديه تاريخ، حكام موجودين في تقنية الفيديو لديهم اخطاء، النادي الاهلي بيتعرض لاخطاء مع هؤلاء الحكام داخل البطولات المختلفة، واعتقد كان في خطأ واضح أسامة في مباراة سيمبا، يعني ممكن نشوف الخطأ ونرجع نعقب. دي لعبة جدلية جدا جدا. تمام، ركلة جزاء الأهلي ولا ركلة حرة مباشرة على كهربا؟ أما نيجي نبص على الكرة دي هنلاقي بهدوء كده إن كهربا لمس الكرة الأول. بص كهربا عمل إيه، لمس الكرة الأول، أول ما يلمسها إحنا نوقف، بس حصل إيه بعد كده؟ التصادم. كمل بقى بقية اللعبة، حادثة، ركلة جزاء، ركلة جزاء. تمام، هنا اللي انا هقول لك واقع كحكم، عارف ايه اللي حصل؟ الحكم شاف كهربا قام وقوم اللعيب وفضل يعتذر له. انت في انطباع بتديه لحكام الفيديو وحكام المباراه، لا الكره ايه بنكملها عادي. بس الكره دي طبعا جدليه، هي الكره واضحه جدليه، كان لازم برضه الاهلي هنا كان يستحق ركله. يعني هنا حكم الساحه ما صفرش، وهنا بقى الحكم المغربي عادل زراق اللي كان على الفار لم يستدعي الحكم. والفكرة إن هذا ليس خطأ واحد، إحنا هنروح لأخطاء أخرى، ولكن هذا الحكم المغربي كحكم موجود على الفار مليون علامة استفهام. لأن يا جماعة زي ما بقول إحنا في اتحاد العاصمة كادت نتيجة المباراة تتغير لصالح بقى الأهلي، ثم حتى في سيمبا إحنا كنا ممكن نروح لوضعية تسهل علينا كتير جدا طبعا. هناك في مباراة أنا لما شفت اللقطات دي وكهربا تحديدا قلت وكأنه قرار ضمني للكاف أو لحكام الكاف إن هم لا يحتسبوا ركلات جزاء لكهربا. أعتقد ده كان عادل زراق، مش أعتقد ده مؤكد، ده كان عادل زراق هو حكم تقنية الفيديو. لكن الأصعب اللي هتشوفه في مباراة السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري، لان كان طاقم تحكيم الفيديو هو طاقم تحكيم مباراه الغد بنفس الكيفيه. نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم. اللعبه دي حصل فيها سقوط داخل منطقه الجزاء لكهرباء، عشان بس افكرك بيها وافكر المشاهدين، وبعد كده الكره راحت لرضا سليم مشي بيها جوه منطقه الجزاء وكمل بالزبط. وحطها في ايد حارس المرمى. لو ركزنا في اللعبه، لا في مخالفه من مدافع اتحاد العاصمه على كهربا، كهربا نجح في ان هو والله يا كابتن ياسر ده اللي انا بقوله بعيدا عن الانتماءات والله وموضوع اهلي وكده، انا شايفها واضحه جدا. طبعا رضا سليم دخل وكمل، بس احنا يعني بيقولوا لنا من واحنا صغيرين يا كابتن ياسر ان ضربه الجزاء ضربه جزاء، ما شفتها يعني ما سيبش اللعب يكمل. بص احنا دايما بنقول جمله والجمله دي لازم تاخدها علينا، احنا بنقول ايه؟ ان مفيش اتاحه فرصه داخل منطقه الجزاء. تمام بمعنى ايه مفيش اتاحه فرصه داخل منطقه الجزاء؟ دايما ركله الجزاء هي اعلى فرصه بياخدها اللاعب في الملعب. بالظبط يا كابتن.
يعني النهارده رضا سليم خد الكوره وراح ومشي وبقى هو وحارس المرمى والجول قدامه كام يارده وبعدين حطها في حارس المرمى. فبالتالي بتبقى دايما فرص المهاجم وهو بيتحرك بالكوره اصعب. بالظبط. عشان كده بنقول ايه الاسلم تمام انك تديله ركله الجزاء. ده احنا حتى كمان بنوسعها شويه وبنقول ان خارج منطقه الجزاء لما يكون لاعب ليه مخالفه قريبه من منطقه الجزاء وقريبه من المرمى احسن اديله المخالفه. لان برضه فرصه تسديده واحراز هدف منها تمام هيبقى برضه نسبتها اعلى. الحقيقه يعني انا شايف ان الحكم كان لازم في لعبه زي دي ان هو يحتفل بركله الجزاء اما وانه ما حسبش كان لازم حكم الفار يتدخل فيها وان هو يبقى ليه راي ويستدعي الحكم الملعب ويقول له ان في مخالفه على المدافع. ولكن للمره الثانيه هنقول ان الحكم حكم الفار اتفق مع حكم الملعب في القرار بس المره دي حقيقه قرارهم هما الاثنين كان خطا وكان الاهلي ليه ركله جزاء لم تحدث. يعني ده راي واضح راي خبيرنا التحكيمي طبعا كابتن ياسر عبد الرؤوف. والحقيقه هي قصه ان انا امنح فرصه للاعب وما امنحش فرصه للاعب دي من وجهه نظري في وجود حكم ساحه فقط لا غير. لكن بما ان انا خلاص بقى عندي طاقم التحكيم في او طاقم تقنيه الفيديو حتى لو الحكم منح الفرصه لم يمنح الفرصه في النهايه انا اقدر ان انا اوقف اللعب وخلاص اشتغل بروتوكول تقنيه الفيديو عادي. ولكن الحقيقه لا ماريا اشتغلت ولا عادل زراق اشتغل والاثنين اللي كانوا موجودين في مباراه الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري اللي كان خطاهم واضح ومؤثر في تغيير نتيجه اللقاء برغم ان الاثنين دول هم اللي استدعوا حكم الساحه لاحتساب ركله الجزاء على مروان عطيه اللي فاز بها اتحاد العاصمه الجزائري لازم يخلينا نحط 1000 علامه استفهام. لكن هنزود كمان 1000 علامه استفهام على عادل زراق وموقفه الغريب جدا ان هو كان لاعب محكم تم اصلا اعلان اعتزاله التحكيم وكان في احدى المباريات في الدوري المغربي تم اعلان هذا الامر ويعني دي لقطه من اعتزال الحكم التحكيم. فتخيل حكم اعلن اعتزاله التحكيم بيتم الترحيب بيه من اللاعبين مع ابنائه مع الجماهير بترحب بيه كل الامور دي بتتم وفي النهايه بيعود انه يكون حكم تقنيه الفيديو ويتواجد بشكل كانه على بطاقه النادي الاهلي. ده موضوع لازم يخلينا نتساءل والقصه مش مبررات على الاطلاق. هنلعب ان شاء الله تحت اي بند وتحت اي ظرف ولكن احنا هنا لازم يكون لنا صوت ويصل للاتحاد الافريقي لكره القدم. يعني المهم ان ده يكون واصل خلاص يعني جبنا اللقطه واضحه. فاعتقد ده يطرح علامات استفهام كتير جدا لما نكون بنلعب سوبر افريقي سان جورج سيمبا التنزاني 5 مباريات يكون الحكم معانا في 3 مباريات منهم 60% من مباراتي موجود ويا ريته كمان قايم بدوره كحكم عادل او بلاش حكم عادل من غير عادل حكم بيطبق القانون براي خبراء التحكيم. فالحقيقه علامات استفهام كبيره جدا 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 واعتقد ان احنا يعني مش كل مره يا جماعه نتكلم عن قصه التحكيم والاختيارات اللي بتتم بالشكل ده على المقابل بنلاقي مباريات اخرى في نفس البطوله بيكون لها اطقم تحكيم مفيش غلطه بتشوفها الغلط فقط لا غير بتلاقيه في مباراه النادي الاهلي ومش بكلامنا بكلام اراء خبراء التحكيم. اما الامور الفنيه خلونا ان شاء الله بعد الفاصل هنطلع فاصل نستقبل فيها طبعا كابتن احمد ثابت وكابتن صبري سراج يحطوكم في كل الامور الفنيه المتعلقة بفريق سان داونز. انتظرونا وباقي فقرات الأهلي خط أحمر. ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر وليلة المباراة أعتقد يعني التحليل بيكون فيها مختلف. أنت عامل كده يعني زي دايما في الأحداث اللي هي مرتبطة بكرة القدم دايما ليلة المباراة في التحليل بيكون مختلفة لأن الناس بتكون منتظرة تعرف التشكيل منتظرة تعرف الأحداث ومعانا ضيفين هما دايما يعني بنستمتع بيهم وأكيد أنتوا كمان بتستمتعوا معانا بيهم دكتور أحمد ثابت كابتن صبري سراج منورين في الأهلي خط أحمر. حبيبي يا فارس انتوا منورين وان شاء الله تبقى حلقه كويسه ويبقى وشنا حلو على ان شاء الله باذن الله. منور يا دكتور احمد. منورين ومتالقين. مش عايز تقول حاجه يا دكتور احمد؟ لا لا انا عايز اقول يا دكتور احمد ما تتكاش عليه هو موصينا موصينا. انا قلت لك ايه؟ مش هيسيبك. عندنا صن داونز نركز في صن داونز نركز بالنسبه لحسين هتعشيني طيب على حسين الشحات و ان شاء الله رضا سليم يسجل في صن داونز بقى هيبدا انت كده مش هتخليه يبدا خليه لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله معانا اكيد شايفين ماتش بكره ازاي؟ بالتاكيد مباراه صعبه بس ان شاء الله النادي الاهلي يقدر باذن الله ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه في المباراه دي. مباراه السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت لما رحنا جنوب افريقيا يعني
بصعوبه اللقاء مع سان داونز في نقص الاكسجين. هتقول لي نقص الاكسجين. اغلب اللعيبه اللي اتكلمت معاها عن الخساره بعد الاحداث اللي هي بعد نتيجه 5-0 اللي هي 5-2 السنه اللي فاتت كانوا بيقولوا لي فعلا نقص الاكسجين كان صعب. يعني فعلا احنا بنحب ان احنا نسافر بدري عشان خاطر نقص الاكسجين ده بيفرق كتير، ممكن الناس ما تحسش بيه بس اللعيبه اللي في الملعب بتحس بيه جدا، بيبقى يعني صعوبه الماتش بيبقى اكتر في نقص الاكسجين ده. حاجه ثانيه اعتقد ان المباراه مختلفه بشكل كبير قوي عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان دور مجموعات فانت بتحصل نقط عندك لسه فرصه ثانيه للتعويض، لكن المباراه بتاعه بكره دي نوك اوت يعني ذهاب واياب، يعني بتحاول ان انت تعمل نتيجه ايجابيه لو ممكن لو ما يعني تحاول ان انت تجيب جون عشان تامن صعودك. دايما ان انت تلعب قدام فريق زي سان داونز بشوف كده كلمه السر بكره ان انت تحاول تسجل جول مهم قوي. ليه؟ حتى لو 2-1 لسان داونز النتيجه مش وحشه. ليه؟ لان انت تجيب جون سهل ان انت 1-0 في النادي الاهلي هنا في استاد القاهره تعوض 1-1 النادي الاهلي يكسب 1-0، يعني تحاول ان انت تلعب بس بذكاء مش ان انت تفتح الجيم. لا أكيد المباراه طبعا مختلفه، اكيد احنا اتعلمنا من الدروس في السنه اللي فاتت ودي كانت تصريحات مارسيل كولر النهارده ان هو استفاد من يعني الماتش السنه اللي فاتت. طيب خليني بقى اخد من الكلام اللي قاله ثابت ومن الكلام اللي قاله مارسيل كولر واسالك كده، ايه اللي حصل السنه اللي فاتت تتمنى او تعتقد ان بعيدا عن الامنيات ان مفترض حصل 1-2-3 السنه اللي فاتت على مستوى طريقه الضغط، على مستوى التشكيل، على مستوى طريقه اللعب داخل الملعب، على مستوى توظيف اللاعبين، ايه اللي حصل السنه اللي فاتت وايه اللي مفترض يتعمل عكسه السنه دي؟ هو كل حاجه حصلت السنه اللي فاتت ما ينفعش تحصل السنة. كل حاجه بقى اللي هي ايه؟ كل حاجه ان هو من بدايه من طريقه اللعب وان انت بتحاول ان انت خارج ارضك تفرض اسلوبك على منافس هو ربما يكون عنده بعض اللاعبين اللي هم الكواليتي بتاعهم افضل من اللي عندك او عندهم تناغم اكتر، بقى لهم سنين ماشيين على سيستم لعب حفظوه تماما، احنا لسه يعني كل فتره بيبقى فيه سيستم لعب غير التاني، وصلنا لمرحله كويسه لكن في الفتره المباراه اللي فاتت اللي هي الذكرى السيئه اللي فاتت انت كنت فاتح الجيم جدا قدام فريق بيعرف يستغل المساحات في حين ان انت بتحقق نتائج مقبوله جدا قدامه وكويسه جدا وبتتفوق عليه وانت مضيق عليه المساحات. فانا بشوف ان احنا لازم بكره نكون مضيقين المساحات، ما نديهمش رقعه كبيره من الملعب يقدروا ان هم يلعبوا فيها ويلعبوا الكره بتاعتهم، نفوز دايما نكون قادرين ان احنا في اي التحام احنا اللي نكسبه، ما نلعبش بهدوء او بتراخي، بالعكس انت محتاج بكره تكون قوي جدا مش عنيف لكن قوي، التحاماتك تفوز بيها، الملعب تضيقه على قد ما تقدر وتلعب على التحولات وتستغل بقى نقاط الضعف اللي هنتكلم عليها بعد كده عن في خط الدفاع بتاع سان داونز. انما فكره ان انت تنزل وعايز تلعب الكره اللي انت بتلعبها قدام اي فريق تاني في افريقيا مش هتبقى في صالحك خالص يعني. طب صبري يعني شايف مباراه سيمبا واكيد يعني كان الاداء حتى مش عاجب مارسيل كولر نفسه ولكن انت قدرت خلاص تحسم بطاقه التاهل وده كان المهم، هل ممكن يكون له تاثير بشكل او باخر سواء ايجابي او سلبي؟ يعني هل ممكن يكون ده دافع للعيبه انها تنتفض وتقدم اداء اعلى لصالح بيه جماهيرها وتثبت انها داخله البطوله من اجل حسمها، او يكون لا قدر له تاثير سلبي؟ شايف القصه دي ازاي خاصه ان الفاصل بين مباراه العوده اللي تمت امام سيمبا ومباراه الذهاب سان داونز كان فاصل قليل جدا، يمكن حتى مارسيل كولر قال ما عنديش حتى وقت لتصحيح الاخطاء. يمكن احنا بعد المباراه كنا بنقول كده يا رب تكون اللي حصل ده خطه الخداع الاستراتيجي قبل ماتش سان داونز يعني. انما لعيبه الاهلي عندها من الخبرات اللي يخليها ما تفكرش في المباراه اللي خلصت دي. اولا انا متضايق من حاجه ان فكره ان انت تبقى بتلعب مباراه وانت بتفكر في المباراه اللي بعديها، ودي من الاعذار اللي اتقالت بعد المباراه وما كانتش مقبوله خالص من شخصيه مش شخصيه النادي، وبالتالي مش شخصيه كولر نفسه حتى تصريحاته صحيح. وبالتالي انت محتاج ان انت تنسى المباراه دي تماما، كده كده عندك دوافع للمباراه اللي جايه، انت بتلاعب فريق يوازيك في القوه تقريبا في القاره حتى لو انت متفوق عليه بالبطولات، انما خلينا نقول ان مباراه الاهلي قدام سان داونز هي قمه كره القدم في القاره حقيقي. فانت بتدافع عن شخصيتك وعن اسمك، حصل هزه السنه اللي فاتت في النتيجه واستقبلنا نتيجه كبيره فانت مطالب ان انت تظهر وجه قوي، المفروض ان الدوافع اصلا موجوده عند اللعيبه ولا تمثل عليهم عبء. يعني في ناس فكرت او بتتكلم الشغل النفسي مع اللعيبه هيبقى ازاي، انا مش شايف ان اللعيبه اصلا محتاجه ان انت تشتغل معاها نفسيا، دي تبقى كارثه في وضع زي ده. لعيبه عندها كم من الخبرات كبير جدا وعندها شخصيه قويه في افريقيا وهي متسيده القاره وهي البطل، فطبيعي ان انت لو قابلت فريق كنت خسرت منه باي شكل من الاشكال ان انت تبقى عايز تعوض وان انت تبقى واقف
على رجلك كويس وعارف انت موجود فين وحاسس بالاختلاف اللي حصل ما قبل مباراه في مستوى الفريق ما قبل مباراه سان داونز اللي فاتت اللي احنا بنتكلم عنها وما بعدها، لان دي كانت نقطه تحول كبيره جدا في الموسم بتاعنا السنه اللي فاتت وفي طريقه اللعب وفي كل حاجه، حتى افكار كولر اتغيرت، كل شيء اتغير بعد مباراه سان داونز. فانت حصل تحول وظهر وجه قوي جدا للنادي الاهلي من بعد المباراه دي، فانت داخل المباراه وانت تمتلك شخصيه قويه وتمتلك اسلوب لعب اصبح معروف للقاره كلها، ودي ميزه مش عيب. فانت مش محتاج ان انت تدخل المباراه تدافع عن اسمك انت، او بمعنى اصح تثبت ان انت كويس، لا انت كويس بس هتدخل المباراه دي وانت في اعتبارك ان انت تفوز، لان انت لازم تفوز او تحقق نتيجه ايجابيه، عشان انت لازم تحقق نتيجه ايجابيه لان ده وضعك وهي دي قيمتك وهو ده اللي انت تستحقه واللي المفروض تعمله بس. طيب ثابت، خليني بقى اروح معاك لحاجه. رولاني مكوينا من المدربين اللي كان كده يعني كابتن ميه الشربيني ليه مصطلح من اصحاب الكرافتات الشيك، انا بشوف ان مكوينا مدرب من اصحاب طريقه اللعب الشيك، ويمكن هي حتى لو فلسفه موجوده في سان داونز، هو راجل اضاف واضاف كمان سرعه في ايقاع اللعب، ومدرب بيحب يلعب كره جيده، مدرب عنده افكاره الخاصه، مدرب لديه تصريحاته المختلفه، والنادي الاهلي فيه كولر، هذا المدرب اللي عنده سي في قوي، عنده تجارب مع منتخبات وانديه، هذا المدرب اللي السنه اللي فاتت هو بطل كل شيء. لو هنحط هذا المدرب الحالم رولاني مكوينا بافكاره بحلم ان سان داونز يبدا يهز لقب دوري ابطال افريقيا معاه في مواجهه كولر اللي فعلا حقق اللقب، والمدرب اللي عنده ربما مش قصه خبرات في الكره الافريقيه اكتر ولكن خبرات بشكل عام كمدرب اكبر، بتشوف المقارنه ازاي وايه اوجه التشابه وايه اوجه الاختلاف؟ خلينا نقول الاول ان هم احسن اثنين مدربين في الكره الافريقيه في على مدار السنه الاخيره، رقم واحد مارسيل كولر في النادي الاهلي، رقم اثنين مكوينا في سان داونز. ده حتى التشابه ان كمان غير النتائج والارقام والاداء الـ يعني ايه بقى لهم فتره، الاستقرار الفني ده مهم جدا، ان سان داونز يعني لو جبنا حتى الاحصائيه هنلاقي ان مكوينا تولاهم في اكتوبر 24 اكتوبر 2022 مسك سان داونز، مارسيل كولر مسك النادي الاهلي 9 سبتمبر 2022، يعني الاثنين ماسكين في نفس تقريبا فرق شهر، نفس الوقت. نلاحظ عدد الماتشات اللي لعبها مكوينا وعدد الماتشات اللي لعبها مارسيل كولر، مارسيل كولر لعب 8 ودرب النادي الاهلي في 68 مباراه مقابل مكوينا 50 مباراه. ده طبعا عشان النادي الاهلي عدد ماتشاته اكتر وكاس عالم للانديه وبطولات اكتر، الناس دايما اللي بتتكلم بقى شوف عدد الماتشات اللي بيلعبها النادي الاهلي عدد كبير جدا. خد بالك النقطه دي مهمه جدا، وتحديدا لان بعض المنتمين لانديه اخرى بيبداوا يعملوا مقارنات ما بين الاهلي والانديه اللي بتصل للمربع الذهبي تحديدا في افريقيا، فاللي انت بتقوله ده مهم جدا عشان الناس تبقى عارفه الفوارق والضغوط اللي بتبقى على لعيب النادي الاهلي. انكسرت البدنيه هي معانا المقارنه ما بين كولر ومكوينا، هنلاقي ان كولر كسب 48 مباراه من 68. يا ريت لو نقدر نستعرض الارقام برده على الشاشه عشان المشاهد يكون معانا اكتر في الارقام. كولر اتعادل 14 مباراه، خسر 6 مباريات، قدامنا الارقام اهي. مكوينا بقى الرقم المميز عنده ان هو ما خسرش غير مباراه واحده بس، هو خسر ماتشين بركلات الترجيح فبتتحسب تعادل، وحتى خروجه امام دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات كله ما خسرش، بس ده رقم كبير ان هو خسرها دي اللي هي الاخيره اللي هي كانت في كاس الرابطه ولا مباراه لا مباراه قبل كده في بدايته كانت في النص نهائي الكاس برضه خسرها برضه 2-1، لكن المباراه الاخيره اللي كانت في الكاس دي كانت ركلات ترجيح الماتشين الاخرى اللي خسرهم، فيعتبر خسر ماتش واحد من 50 مباراه، ده رقم برضه يقول لك ان المدرب ده مدرب محترم، ان انت قدام فريق محترم. على فكره سان داونز عندهم 7 لعيبه في منتخب جنوب افريقيا اللي تعادل خدها شبه الاهلي جدا اللي تعادل مع كوت ديفوار في كوت ديفوار اللي هو هينظم كاس الامم في اخر ماتش من اسبوعين، فطبعا فرقه كويسه جدا. نسبه الفوز لكولر 70.5، لمكوينا 70%، يعتبر معدل الهدف في المباراه الواحده 1.9، يعني هدفين في الماتش، هنا برضو 1.9 يعني هدفين في الماتش. استقبال الاهداف 40 هدف في 68 ماتش ب 42 شباك نظيفه للنادي الاهلي، مقابل مكوينا 26 شباك نظيفه في 50 مباراه، يعني نص المباريات استقبل 31 هدف. طبعا البطولات هنا بقى ده الفرق اللي نقدر نتكلم فيه، ان مارسيل كولر في اول سنه مع النادي الاهلي جاب 5 بطولات، مكوينا جاب بطوله واحده. هنا الفرق في ايه؟ فرق في الشخصيه بتاعت النادي الاهلي، هي اللي دايما بتديك البطولات الكتير، الجماهيريه والشعبيه طبعا. والاداره الشاطره ومجلس الاداره، الحاجات دي كلها دي بتفرق المدرب هنا فريق مدرب في النادي الاهلي عن سان داونز. بس في كمان نقطه مهمه، سان داونز فريق بيلعب كره حلوه بس عنده حاجه ناقصاه وهي فكره ان انا اقدر اخد بطوله،
طيب. التمرس في الحصول على البطوله الافريقيه، الخبره الافريقيه في ان انا اخد بطوله. يعني السنه اللي فاتت قدام الوداد كله كان قال خلاص صن داونز في النهائي، خسروا بغلطه من مدافع مافالا، الكره جاب كره في نفسه دي للاسف مش هيلعب بكره مافالا. بس هم ان شاء الله احنا قادرين برضو هنتكلم في التشكيل، بس ان شاء الله قادرين ان احنا نعدي. بس دي نقطه تخليني اخدك لسؤال مهم جدا، خاصه وانت بتتكلم عن مدير فني قادر بفرقته ان هو يطلع بالتارجت اللي عايزه من المباراه. يعني هو عنده مشكله في انه يحقق بطوله او عنده مشكله ان هو يحقق لقب، لكن في 50 مباراه بيتعرض لهزيمه واحده فقط لا غير، وانت في النوك اوت، بالتاكيد ده امر مقلق. لاعب قادر او مدير فني قادر يقود فريقه ان هو يطلع بالهدف من مباراته، شايف ده ازاي برضه بكره؟ ما خسرش ولا مباراه، هو يعتبر حتى لما خرج من الدوري الافريقي في دوري ابطال افريقيا هو تعادل، اتعادل مع الوداد رايح جاي، خسر بفرق اللي هو التعادل كان اللي في جنوب افريقيا، كان اللي هو التعادل اللي خارج الارض وكده، فرق الاهداف يعني. لكن هو طبعا لا مدرب محترم، بس احنا ان شاء الله قادرين. انا بقول لحضرتك ان شاء الله ان النادي الاهلي قادر ان هو ان شاء الله يعدي صن داونز باذن الله، انا متاكد ان شاء الله وعندي يقين يعني ان شاء الله ان رب يعني النادي الاهلي يقدر يعدي ان شاء الله. صبري خليني بقى اكلمك عن بعض الامور اللي تخص النادي الاهلي. يمكن طبعا شفنا ميعاد المباراه، وبغض النظر لو لدينا تحفظ هيكون تحفظ يخص الامور التنظيميه في البطوله كقاعده، ما يخصش ان صن داونز لو متاح ليه احقيته يلعب في وقت مناسب ليه يناسبه. فكره الوقت اللي بتقام فيه المباريات مع فكره دخول الجمهور بالشكل ده بالتذاكر المجانيه، وكان بتحس صن داونز كل سنه احنا عندنا الماتش ده اللي بيحضر فيه الجمهور ببلاش اللي بنلعب فيه. انا شفت الفيلم ده قبل كده يعني. بالظبط هي دي الفكره، يعني تحس ان دي الشغلانه اللي احنا جايينها عشانها السنه دي. تعامل لعيبه الاهلي مع الوضع ده مفترض يكون ايه؟ على مستوى الامور التجربه اللي مرت بيهم، وانت مريت بتجربه ثم جيت تجربه تانية تتكرر، وده نادرا ما يحدث في الاهلي. طب ما فيش بقى مجال للرفاهيه ان تحصل تالت، ايه اللي ممكن اللعيبه تعمله بكره على المستوى النفسي وتحضيرات كولر ليهم؟ هم المفروض ياخدوا الموضوع زي ما انا قلت كده، انا شفت الفيلم ده قبل كده، يعني خلاص انا اتعودت، قدري ان انا بطل، فاي مكان هروحه هواجه صعوبات، هيتحط لي عراقيل، لان كل فرقه بتقابلك بتتمنى ان هي تفوز عليك او تحقق نتيجه ايجابيه معاك او تاخد شو على حسابك، حتى لو كسبك ماتش جوه البطوله مش هياخد بيه بطوله وانت اللي في الاخر اللي هتفوز، بس هيتقال ان الفرقه دي كسبت النادي الاهلي. فطبيعي جدا ان هم يلجأوا لاي حاجه تخليهم ايه يعطلوا شويه الفريق. قرروا ان هم يلعبوا الساعه 3 زي ما كل مره بيحصل، احنا هنلاعب الاهلي الظهر رغم ان عادي جدا كل الماتشات بتاعتهم بيلعبوها بالليل واخرها المباراه اللي فاتت، ويتقال بقى كلام مثل النور بيقطع هناك كتير واحنا مش حابين النور يقطع وقت الماتش، وكلام اشياء كلها يعني عبثيه الحقيقه. لكن احنا في الاخر هنلعب الساعه 3 تمام، هنلعب الساعه 3 الحمد لله، بكره هيبقى الجو ما فيهوش نسبه رطوبه كبيره، ده من فضل الله يعني علينا. فانت خلاص مفروض ان انت مرست في افريقيا ولعبت كتير الظهر ولعبت كتير بالليل ولعبت في كل الاوقات ولعبت على النجيل الصناعي ولعبت على الملاعب اللي نجيل طبيعي والملاعب وحشه، يعني انت كلاعيبه عندها كم من الخبرات يسمح لها ان هي تلعب مباراه بكره. القصه بكره كلها قصه تركيز، انا هبقى مركز قد ايه وهقدر احافظ على تركيزي ده قد ايه. حتى قصه الاكسجين انت واجهتها كتير، ودي فيها مدرستين، اما انك تروح بدري جدا او تروح متاخر جدا. فاحنا رايحين في وقت يعتبر نسبيا متاخر، فعندك مخزون الاكسجين، ما اعتقدش ان هو بكره هيبقى عائق كبير قوي يعني، بس طبعا احنا معانا دكتور فهو يعني يقدر يفيدنا في الحته دي اكتر يعني. بس بكره كل الموضوع ان اللعيبه تكون مركزه وهدفها كلها ان هي تطلع بنتيجه كويسه وتنفذ تعليمات اللي هتقلها من المدرب. انما فكره ان انا اقلق ان انا بلعب الظهر، الاهلي خلاص ما نديش يعني العامل النفسي اكبر من قدره. بالظبط بالظبط، لعبت النادي الاهلي لعيبه كبيره والنادي الاهلي نادي كبير، فمش مش من المفترض ان هو يشغل باله قوي ندخل في الجد بقى، ندخل في الجد على طول وندخل في واتمنى بقى يكون توقعك لتشكيل صن داونز المره دي يكون حقيقي، بس ما تحطلناش بقى الناس الثقيله في القصه دي، يعني خليهم مصابين. سيبك اللي قاله فاروق واللي اكد عليه فاروق واللي انا اكدت عليه مع فارس، قول لنا بقى تشكيل فريق صن داونز اللي مش عايز يلعب كله قول انه هيلعب. احنا جايبين تشكيلين معانا، لو نبدا نستعرض التشكيل عشان بس خلاص خدنا خبره بقى. تعالى ممكن نستعرض الكلام ده على الشاشه، على الشاشه احسن، بحس تاخد بحس تبقى بعيد عني ويبقى مفيش رهانات ثانيه تدخلها معايا. طبعا صن داونز السنه دي مختلف شويه عن السنه اللي فاتت. ايه اللي اختلف فيه عن السنه اللي فاتت؟ بعض الحاجات الطفيفه.
بيلعبوا السنه دي بالثلاثه اربعه ثلاثه، يمكن في حراسه المرمى واحد من نجوم الفرقه وهو اللي شالهم في مباراه البترو اتليكو روني ويليامز وحارس منتخب جنوب افريقيا. لا ده مش هننساه اكيد يعني الراجل يعني تصدر ركله جزاء كانت حاسمه في البطوله الماضيه. الثلاثه اربعه ثلاثه، الثلاثه اللي ورا اللي في النص اللي ما بين الاثنين المساكين مكوينا، ومكوينا ده هنبدا كده نحط عليه دايره ونركز مع بعض بقى لان ده مصدر، هم عندهم محطات في بناء الهجمه. اول واحد واخطر واهم واحد ويليامز يلي مكوينا، اذا بناء الهجمه عندهم بيبقى منين؟ من العمق، الاثنين اللي قدام بعض مكوينا وويليامز. الاثنين المساكين طبعا مافالا مش موجود، هيخش ريفالدو جوتزا اللي هو المساك ده اكتر لعيب في صن داونز عامل تمريرات في دوري جنوب افريقيا، لعيب كورته على الارض حلوه بس مش زي طبعا مكوينا ولا زي ويليامز. ممكن يخش متوقعين ان يخش موسى لبوسا. مع ان ويليامز يا دكتور احمد احنا مش هنحتاج اننا نضغط عالي قوي كده اننا نضغط على حارس المرمى، لكن كان في مباراه الهلال كان بيغلط يعني هدف الهلال السوداني الموسم الماضي كان عنده مشكله، السنه دي عنده مشكله يعني ممكن بناء الهجمه يعني من عند حارس المرمى يكون في بعض عليك الخلل. ده اللي احنا هنقوله في نقاط الضعف، هو هي نقطه قوه في نفس الوقت بس انت لو ضغطت عليه وغلطته ممكن تخليها نقاط ضعف. تمام. موسى لبوسا ده المساكش اللي ناحيه الشمال اللي ممكن يخش بكره ناحيه الشمال، ولو يعني لو فضل كده بنفس طريقه لعبه، وعبد المنعم بوطويل المغربي اصلا مساك موظفه السنه دي باك ليفت يعني كمساك جناح ناحيه الشمال، عبد المنعم بوطويل رقم 13 ممكن يفكر برضو في التشكيل الثاني اللي هيبقى معانا يدخل عبد المنعم بوطويل زي ما نهى الشوط الثاني في بترو اتليكو، حط عبد المنعم بوطويل كمساك ورجع مديبه اللي هو اصلا باك ليفت يرجعه باك ليفت. هو في السنه دي عامل تغييرات، ده التشكيل اللي بيلعب بيه يعتبر السنه دي، مداو طبعا باك رايت ممتاز عنده سرعات ممتازه ناحيه اليمين، وعبد المنعم بوطويل هو اللي ناحيه الشمال، الاثنين اللي في النص مارسيلو ليندي وده لازم نعمل عليه ثلاث دواير كده لان ده اهم لعيب في الجزء الامامي في التصويبه وفي اكتر لعيب صانع فرص في صن داونز في دوري جنوب افريقيا 13 فرصه اكتر لعيب صانع فرص في الماتشين اللي فاتوا اللي هو مارسيلو ليندي ده دايما مميز بالاختراق من العمق، ومديبه اللي هو اصلا باك ليفت السنه اللي فاتت ده الاختلاف اللي حصل السنه دي ان مديبه دخل لجوه بقى لعيب في وسط الملعب. الثلاثه اللي قدام مخليسي ده لعيب اصلا كان وسط ملعب وظفه كجناح ليه؟ لان هو مهامه الدفاعيه كويسه ففي بعض الماتشات الكبيره بيحطه كجناح يمين. جونيور مندييتا اللي هو الارجنتيني رقم 15 وده لعيب برده جايبينه من دوري جنوب افريقيا وبيلعب في راس حرب ولعيب مهاري عنده برده اللي هو وسرينو نفس النوعيه يعني. وقدام سيمبا زواني اللي هو لعيب طبعا دولي واحد من احسن اللعيبه في جنوب افريقيا، على فكره ممكن يفكر برده هو دايما ماتشات مكوينه قدام النادي الاهلي بيحط اثنين مساكين يمسكوا، هو بيعمل ضغط عالي في ماتشات جنوب افريقيا يحط الاثنين دول لقدام وزواني يسقط لتحت، وطريقه اللعب تتحول لايه؟ ل 4 4 2 او 4 3 1 2 اللي هي 4 4 2 دايموند، الاثنين دول يضغطوا على المساكين وزواني هو اللي ياخد كوكا او مروان عطيه. ده دايما هات التشكيل الثاني هتبص برده نفس الفكر، بس احنا قلنا ايه نجرب برده نحط احتمال ثاني ان عبد المنعم بوطويل يخش كمساك ثالث سنتر باك سنتر باك ويحط مديبه باك ليفت ويدخل واحد زي زونوجو اللي هو رقم 8 في وسط الملعب جنب مارسيلو ليندي، ورقم 33 اللي هو اصغر لعيب في الفرقه مواليد 2001 ده برده ممكن يكون مفاجاه بكره لان هو لعيب مهم وعنده سرعات، رقم 33 بيعتبروه موهبه صاعده في جنوب افريقيا اللي هو ماسيكو اللي هو جاب الجون الثاني في بترو اتليكو لما نزل الشوط الثاني، وسرينو برضو احد الحلول اللي ممكن نشوفها بكره مع سيمبا زواني. هل لوكاس روبيرو وبيتر شيلويل جاهزين؟ طبعا دول ومورينا الثلاثه دول يفرقوا معاهم قدام جدا الثلاثه دول. خليني اقول لك ان اللي جاء من فاروق صلاح ان اللعيبه دي بتتمرن اخر ثلاث ايام مع فريق صن داونز، لو تم الدفع بيهم هل هيتم الدفع بيهم من بدايه المباراه وهيكون على حساب مين، ولا ممكن ان هو يخليهم معاه احتياط يقدر يدفع بيهم في اي وقت من اوقات المباراه؟ هو ممكن يحطهم على الدكه ويديهم الشوط الثاني بعض الوقت عشان برضه لان هو لسه عنده مباراه اياب، وممكن واحد بس يعني ممكن مثلا هات التشكيله اللي قبلها بعد اذنك اللي هي الايوه، ممكن مثلا يستغنى عن مخليسي ويحط مثلا واحد زي لوكاس روبيرو لان لوكاس روبيرو مهم جدا عنده، هو هداف الفرقه في دوري في دوري جنوب افريقيا يعني. لو نستعرض حتى نقاط القوه بس قبل ما نروح لنقاط القوه صبري، هنا في التشكيله الثانيه اللي فيها سيرينو وزويني الاثنين سنهم عالي جدا، هل بتشوف ان ممكن الاثنين يبداوا مع بعض، ولا تعتقد ان ممكن لاعب زي مندتا اللاعب الارجنتيني اللي في السن اصغر مع لاعب زي زويني ولاعب زي مسوكو هم اللي ممكن يشاركوا، لان
الراجل ده دايما بيحاول الشق البدني يكون فيه سرعه. بتشوف سان داونز ممكن في نقطه التشكيل دي يعتمد على مين لو بيتر شالولي ولوكاس روبرتو هيكونوا خارج التشكيل؟ بص، فكره عامل السن طبعا مهمه، لكن هو الراجل لحد دلوقتي من داتا بالنسبه له ما بيشاركش بالشكل الكبير، ما بيلعبش 90 دقيقه، يعني يمكن معدل مشاركاته في الفتره اللي فاتت ما بتعديش اكتر من 43 دقيقه، المعدل بتاعه 43 دقيقه في المباراه، فهو لسه تقريبا ما دخلش السيستم، مش مديله اللي هو عايزه. في نفس الوقت سيرينو مستواه كويس لكن سنه كبير، فبرضه ما بياخدش عدد دقائق كبير، لكن سيرينو مؤثر جدا، ارقامه عظيمه، في 6 ماتشات سجل هدفين وصنع 4، يعني ليه مساهمه تهديفيه في كل مباراه. كل مباراه معدل المراوغات طبعا عنده عالي، ومحاولاته كمان على المرمى كبيره، حاول 16 مره في 7 ماتشات على المرمى، منهم 5 محاولات صحيحه، فدي نسبه برده كويسه، يعني ثلث محاولاته على المرمى بتبقى بين القائمين والعارضه. وفي وجود ايلاندي كمان الاثنين مع بعض، قصه التوب لينكت في التمريرات وبناء الهجمه بيبقى الوضع صعب. صحيح، فهو ربما يدفع بواحد فيهم لبعض الوقت ثم يستبدله بالاخر، ما اعتقدش ان اللي هيلعب فيهم هياخد 90 دقيقه ايا كان مين اللي هيبدا، لكن على مستوى التاثير فطبعا سيرينو تاثيره اكبر بكتير جدا جدا. في نقاط قوه الحقيقه احنا حابين نتكلم عليها، دي ارقام سيرينو. ارقام سيرينو بقى نستعرض سيرينو. اهم لاعبي سان داونز وارقام اهم لاعبي سان داونز على الفتره الاخيره، تخص دوري الابطال والافرو ليج عشان تبقى الامور واضحه. هو لعب 6 مباريات طبعا مش كلهم بشكل اساسي، وما لعبش 90 دقيقه كامله في الماتشات دي، لكن سجل مرتين، صنع 4، صنع 8 فرص تهديفيه في الوقت القليل اللي هو بيشارك فيه، مراوغاته 7 من 11 مراوغه، نسبه طبعا مرتفعه، محاولاته على المرمى زي ما قلت 16 محاوله منهم 5 اون تارجت، سجل منهم هدفين، فاحنا بنتكلم عن لعيب تاثيره كبير جدا وفعال جدا. خبرته ده سيرينو واحد من اهم مصادر القوه. كمان ممكن نتكلم على ويليامز حارس المرمى اللي احنا اتكلم وقلنا ان هو راجل من اصحاب الفضل الحقيقه في البطوله اللي فاتت، وهنتكلم عن تصديه كمان لركلات الترجيح. لعب 11 مباراه في دوري الابطال وفي الدوري الافريقي، استقبل 9 اهداف، رقم كبير، رقم كبير طبعا على حارس كبير. شباك نظيفة، احتفظ 4 ماتشات بشباك نظيفة، مميز جدا في التصدي للانفرادات 1 على 1، راح عليه 3 انفرادات، الثلاثة صدهم، ودي نقطة قوة من نقاط. بيلعب برجله كويس صبري. بالظبط. ركلات الجزاء ممتاز جدا، 3 من 3 اتشاط عليه 3 صدهم، الثلاثة أرقام عظيمة. تصدي للكرات العرضية 26 من 208 كرة عرضية اتلعبوا جوه ال 18، فهو حارس بخيل شوية في خروجه. ودي نقطة احنا ممكن نستغلها جدا، ان احنا نكثف كرات عرضية، يكون عندنا مهاجم مودس لو لبعض الوقت يكون موجود ممكن يكون حل، او صلاح محسن، اي حد بيقدر يلعب بدماغه كويس ممكن يستغل حاجة زي كده، ويكون في كثافة ضربات الركنية وطبعا في حدود 18 الضربات الثابتة لسه هتكلم عنها. الضربات الثابتة احنا اصلا مميزين فيها وبنلعبها بشكل كويس، فاعتقد ان هتبقى عندنا فرصة ان احنا نسجل من على الاقل من ضربة ثابتة في مباراة زي دي. الراجل ما بيخرجش من مرماه كتير، واحنا عادة برضو الحقيقة قدام سان داونز بنسجل من كرات ثابتة، لكن في المجمل طبعا هو حارس من الحراس المميزين جدا في القارة. يعني قبل ما تنقل بس على اللاعب الثاني، انا هنا لفت انتباهي نسبة 100% في التصدي لركلات الجزاء. نفترض وده بيحصل وعندنا لاعب مهاري زي كهربا بيبقى في ال 18، رضا سليم لو يلعب، حسين شحات، بيرس تاو، لعيبه تقدر انها تصنع حلول مع بعض الاندفاعات في التهور من مدافعي صن داونز. شفنا اول دقيقه في المباراه اللي فاتت في لاعب بينطرد، صحيح، ركله جزاء اتحسبت للنادي الاهلي. هل المفترض ان يدخل المسدد الاول علي معلول في لاعب في حارس مرمى يمتاز بالتصدي لركلات الجزاء وبالتالي دارس كويس قوي علي معلول ممكن الزوايا اللي بيقدر يختارها، ولا تروح لفكره مختلفه تماما وتجيب لاعب بيجيد تسديد ركلات الجزاء وتبعد عن فكره علي معلول؟ وانت بتجاوب حط في اعتبارك ان مارسيل كولر في مباراه القاهره الموسم الماضي خلى محمد هاني هو اللي يسدد ركله الجزاء وتصدى ليها وليا. انا هقول ان كولر بيتعلم من اخطائه، مش هيعمل الحركه دي تاني طبعا. انا بشوف ان المسدد الاول لازم هو اللي يدخل على الكوره، لان المساله مش مساله مهاره بس، لكن مساله كمان استعداد نفسي. معلول عنده كم من الخبرات وعنده ثبات في الشخصيه يخليه في اي وقت تحت اي ضغوط يقدر يسدد ركله جزاء ويسجل، وقادر ان هو مش دايما بيشوط في نفس المنطقه، احيانا بيغير، فهو قادر ان هو يشوطها.
فكره انها تيجي هي ما بتبقى الكوره ما بين حارس المرمى والمهاجم، هي برده في الاخر 50-50 مع التطور اللي حصل في التكنولوجيا، وان الحراس دلوقتي بيبقوا داخلين عارفين اغلب الاماكن، بيشوط 60% ناحيه اليمين 20% ناحيه الشمال، لكن في الاخر هي فيها نسبه توفيق كبيره. الاهم من ده ان اللي يكون اللعيب اللي داخل عنده ثقه ان هو هيشوط كويس وهيسجل، وبعد كده بيكون عامل التوفيق هو اللي بيحسم الموضوع. انا لو مكان كولر طبعا علي معلول هو اللي هيدخل لو في ضربه جزاء يعني. معانا بعض اللاعبين الاخرين، عندنا كمان مارسيلو ليندي من اللعيبه المهمه جدا في تشكيله سان داونز، لعيب مهاري لعب 11 مباراه سجل هدفين، صنع هدف واحد لكن صنع 19 فرصه تهديف. صناعه الاهداف بتبقى متعلقه طبعا بكواليتي المهاجم اللي قدامك وقدرته على ترجمه الفرصه دي لاهداف، انما هو في ال 11 مباراه صنع 19 فرصه وده رقم جيد الحقيقه. مراوغاته ما بيستخدمش المراوغه كتير، يعني مع عدد الماتشات ده هو لجأ للمراوغه 7 مرات بس، منهم 4 نفذهم بشكل صحيح، وده يديك انطباع قد ايه هو لاعب مباشر بيدور على الحل الاكثر ايجابيه، مش بيدور على انه يعمل شو، بس لما بيحتاج المهاره بيستخدمها كويس. محاولاته على المرمى برضه بيروح على الجون كتير، رقم كبير جدا، 16 محاوله بالظبط، 16 محاوله منهم 5 اون تارجت، حوالي الثلث برضه، وده برضه رقم. صبري عايز اقف معاك عند الرقم ده لان ده رقم مهم جدا، وايلاندي سجل فينا اصلا من تصويبات ولعب قيمته السوقيه كبيره جدا، من اكتر اللعيبه اللي داخل القاره على مدار السنتين اللي فاتوا تم انتدابهم. النادي الاهلي، عايز اخدك لسؤال يخص النادي الاهلي في المحاولات، في ظل غياب امام عاشور اللي هو اللاعب اللي يقدر يشوط، وفي عدم ايضا وجود حمدي فتحي، مين في النادي الاهلي يعمل دي؟ يعني مين في النادي الاهلي ممكن يشوط؟ لان سان داونز عنده كمان مشكله لما متصاب عليه، مين في النادي الاهلي ممكن يديني الدور ده بكره؟ في ظل عدم وجود امام عاشور انت عندك صعوبه شويه في ان انت حد يتقدم من نص الملعب ويسدد، ما عندناش مسدد جيد. ربما ديانج بيعملها احيانا لكن مش دايما بتكون بيقدر يحط، يعني ديانج متعود دايما يشوط ببطن رجله اكتر، هي بتبقى مظبوطه معاه اكتر، فمش متاح اغلب الوقت ان هو يقدر يحط بطن رجله زي ما هو متعود من مسافه قريبه في التلت، يعني في على حدود القوس بتاع ال 18، انت محتاج حد يشوط من ورا شويه، فاحنا للاسف ما عندناش في التشكيل هو الفتره المتاح. الاخيره يمكن رضا سليم في الضربات الثابته ويمكن قفشه بياخد محاولات على المرمى لكنها لم تكن دقيقه بالظبط، انما بقوه التسديدات او الاكيورسي اللي بيعمله امام عاشور في التسديد، لا ده مش هيكون حل متاح للاسف بكره. لكن في الكرات الثابته في حلول متاحه كتير، في الاختراق في حلول متاحه كتير، لكن الاهم بكره بالنسبه لي ان انت دفاعيا تكون منظم جدا، تخنق عليهم الملعب. يعني اهم حاجه بالنسبه لي ان احنا ما نستقبلش اهداف، ثم اذا ربنا اكرمنا وقدرنا نسجل تمام، ما قدرناش في مباراه هنا تانية. وزي ما احمد كان بيقول حتى لو استقبلنا اهداف، الاهداف ما تكونش كتير ويكون الفريق ضيق، يعني 1-0 تمام، 2-1 تمام، النتيجة ما توسعش أكتر من كده. فبالنسبة لي أهم حاجة بكرة إن احنا نكون مضيقين الملعب، خانقين المساحات قوي على لعيبة سان داونز، لأن هي لعيبة مهارية أكتر منها لعيبة التحامات، بتحب التمريرات القصيرة كتير جدا، فبيلعبوا كرة حلوة. الكرة الحلوة دي لما بتضيق عليها المساحات اللعيبة اللي قدامك بيبدأ يخرج عن التركيز بتاعه، وده اللي احنا يهمنا بكرة إن احنا نركز عليه يعني. أكيد. طب بالنسبة لبوتويلا أستاذ لاعب المغربي من شمال أفريقيا، أخد بس من كلامهم على مارسيلو أوليندي، ده مهم قوي، لأن مارسيلو أوليندي ده مهم جدا بكرة، لازم تراقبه، لازم تعمل عليه رقابة بشكل كويس جدا، ما تديلوش فرصة. لو نستعرض حالات نقاط القوة عشان تلعب سان داونز، خطورة سان داونز دايما من العمق، ده حقيقي 100% هجوم سان داونز مش بتوع عرضيات، سان داونز لازم تأمن العمق. مشكلتنا في الماتش السنه اللي فاتت ان انت بدات بثلاثه ما كانوش بدنيا كويسين في وسط الملعب، طب لازم الثلاثه اللي في وسط الملعب يكون الورك ريت بتاعهم كويس، حتى عارفين ادوارهم، مين اللي يضغط مين اللي يزيد مين اللي يستنى في كان واضح جدا حتى في هدف من الاهداف ما كانش في حد بيضغط على المسدد، لازم الثلاثه اللي في وسط الملعب يكون الورك ريت بتاعهم كويس، يكون معدل الضغط بتاعهم كويس، ما اديش فرصه بقى الواحد يشوط على الشناوي من مسافه بعيده، ما اديش فرصه ان انا يبقى عندي اختراقات من العمق. تعال نتفرج على الاول حاجه البيلد اب بتاع سان داونز، دايما بيعتمدوا على ايه؟ على الحارس ويليامز في بناء الهجمه، دايما هو بيلعب برجله كويس جدا، هو اللي عليه الدايره دي، هو دايما حتى لو الكره مع المدافعين تلاقيه بيرجعه الكره ورا عشان هو يبني، يقدر يبني الهجمه. بس الصوره هنا بتقول ايه؟ ان دايما بيبقى فيه اتنين في مرحله البناء عندهم، مين اللي هناك؟ ده مكوينا اللي هو رقم 4، ومين هنا؟ مارسيلو ليندي. الاتنين اللي في وسط الملعب دول لازم يتعمل عليهم رقابه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ممكن تطلع لو انت امام عاشور مش موجود، ممكن يبقى في ديانج،
ديانج دايما فتح في الضغط، ممكن يرحل تحت راس الحربة ويبقى فيه كوكا ويبقى فيه مروان عطية، يبقى 3 في وسط الملعب، مروان عطية 6 و2 8، ديانج ناحية اليمين وكوكا، ديانج هو اللي ياخد دايما يراقب مكوينة، لأن أنت لو ما فصلتش مكوينة هتتعب، لازم مكوينة ده يتفصل، ومارسيلو ليندي يقدر بقى ياخده سواء هنا مروان هنا عطية. هنا نقطة يا دكتور بس مهمة جدا، على الصورة اللي أنت جايبها دي، هل أنت تتوقع إن النادي الأهلي يطلع باثنين من وسط الملعب لحدود أو التلت الأمامي في قصه الضغط وده ما يؤثرش على المساحات؟ بتلعب ضغط عالي اصلا. لا انت مش هتلعب ضغط عالي على حارس المرمى على فكره. لا هو انا بتكلم على الاثنين، حتى على هو سان داونز اصلا بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه اثاره للفرقه عشان انا بستثيرك عشان يضغط، عشان يضغط عالي. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا لو رحت للمكان ده باليو ديانج او مروان، اليو ديانج هيضغط هنا عند ميكو. هو ده الفاينل سيرد مهم جدا. بص ده الفاينل سيرد هنا، ده هيعمل مش قدام، مش عند الاثنين المساكين. لا 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 انا بتكلم على اللي انت بتشاور عليه. على مكوينة. حتى الاثنين دول انا شايف اننا ننتظر يعني لازم ان انت تضيق. ايوه ماشي، بس انت تحديدا انت ممكن يعني بمعنى صح ان انت هتجيبهم في وسط ملعبك. انا بتكلم مش شرط ان الضغط يبقى ضغط عالي، لا مكوينة لازم، حتى لو هو انت هتجيبهم في وسط ملعبك مثلا مكوينة هيبدا يبني الهجمه. طب مين اللي هيمسك مكوينة؟ هوريك مكوينة ده لو ما مسكتوش هيعمل. طب قلب هات الصور اللي بعدها. نفس الشكل هنا برضو الاثنين المساكين، يعني لو واحد بيبني الهجمه حبني، لكن ده مصر ان انا باظي الحارس المرمى عشان يمرر من ورا عشان هو اللي يمرر. فدي انت هنا خلاص عايز تسيب لو انت عايز تسيب الضغط وما تلعبش ضغط عالي سيبه عند حارس المرمى، ما تضغطش على المساكين. بس مجرد ان الكره وصلت لوسط الملعب لازم اضغط. ده طبيعي. ده طبيعي. لازم مكوينة وليندي المرحله الثانيه في الضغط، يعني دي المرحله الاولى سيبهم يضغطوا. انا مش بقولك ان انت هتضغط من هنا، انت لازم الاثنين اللي في وسط الملعب دول يتمسكوا بشكل كويس، لان دول المرحله اللي بيتدرجوا عليهم. طول ما انت فاصلهم عن الفرقه صن داونز هتتعب. كمل هات الصوره اللي بعدها. نفس الشكل برضو ويليامز، دي كانت ضربه مرمى اتلعبت له عشان ان هو يلعبها. برضو كمل هات الصوره اللي بعدها نقدر نشوف. هنا بقى نفس الشكل اهو برضو، مين الاثنين اللي في مرحله البناء؟ مارسيلو ليندي اللي هو اللعيب التشيلي، ومكوينة. الاثنين دول في وسط الملعب هم اللي بيبنوا الهجمه. انا ممكن اسيب الكره مع المساك ومع الباء ومع حارس المرمى، مفيش مشكله، يعني ما تضغطش اللي هو تطلع بقى لو بدا مثلا قفشه. لا مش مهم، سيب ويليامز يحضر براحته. لكن الاثنين اللي ورا دول مكوينة، طول ما انت فاصل مكوينة ومارسيلو ليندي خلاص. عشان كده بقول لك لازم الضغط في وسط الملعب يكون كويس. طول ما انت وسط ملعبك في الماتشات دي يضغط بشكل كويس فايق تقدر ان انت تكسب. كمل هات الصوره اللي بعدها. بس انت كده مش هتلعب تحت الكوره. مش لا تلعب تحت الكوره مفيش مشكله، هات لعيبه صن داونز هاتهم في وسط ملعبك وتقدر تلعب. او افضل حل بكره ان انت تضغط في وسط الملعب. بالزبط. مش لازم لا تعمل لو بلوك ولا هاي بلوك في وسط الملعب. هنا بص ما انا عشان ما تديش فرصه لمكوينة ان هو يشوط، يبني الهجمه يروح كتير ويشوط. هوريك بقى مكوينة ان هو ياخد مساحه ويشوط. هو بيعمل كده. شوف مكوينة تحديدا، مكوينة اهم لعيب حتى في جنوب افريقيا مش في صندوق. بص اهو الجونين بتوع صن داونز اصلا جايين من عنده. صحيح. ليه؟ بسبب اهو هنا بقى مين لازم، هنا لازم مكوينة يضغط عليه. مش شرط ان انت تضغط عليه في وسط ملعب. طب مين اللي هيمسكه هنا؟ لازم ديانج يقرب، لازم كوكا يقرب، لازم مروان عطيه يقرب. ليه؟ ما ادوش فرصه ان بص هنا كام لعيب في العمق للعيبه صن داونز. انت عندك مارسيلو ليندي وعندك مكوينة وعندك دخل سيرينو ودخل كذا حد في وسط الملعب، هم دايما بيخترقوا من العمق. العمق مهم جدا، انصاف المساحات لازم تتقفل. عشان اسيب الاطراف مفيش مشكله، لان صن داونز اصلا ما بيهاجمش من الاطراف. مش فرقه تعتمد على الدبل باس، المساحه الهاف سبيسز اللي بين لازم وسط ملعبي يتقفل بشكل كويس. هنا مكوينة بيعمل التمرير الطولي في ظهر الدفاع. هات الصوره اللي بعدها اتعملت ازاي. بص مارسيلو ليندي كان واقف فين وهيروح فين. هنا التحرك الذكي، التحرك بدون كوره بتاع اللعيب التشيلي. كمل بص هيبدا يتحرك اهو. هو بس الهدف جه منين؟ من بدايته من مكوينة. اتلعبت 1 2 ما بين مانديتا وما بين مخليسي. مارسيلو بيقطع في المساحه اللي ما بين المساك والباك. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي بيتسحب جاي مارسيلو ليندي من ورا. خطوره ليندي زي ما انت اتكلمت عليه ان هو بيجي من ورا مش مراقب. صحيح. لو مش متراقب لا لازم تعمل رقابه على ليندي، لان هو المرحله الثانيه في البناء، ولازم تعمل رقابه على مكوينة. اهو ليندي جاي ازاي مش متراقب في المساحه ما بين المساك والباك، اتلعبت له قدر يسهات. اللي بعدها جونيور مندييتا الارجنتيني لعبها لمارسيلو ليندي قدر يسجل من خلالها. هات اللي بعده برضو. هنا برضو الجون الثاني جاي من عند مين؟ مين اللي معاه الكوره ده؟ مكوينة. هنا مكوينة لو مش ممسوكه مين اللي جنبه؟ مارسيلو ليندي. مين اللي قدامهم؟ عامل راس المثلث سيرينو. هنا ثلاث لعيبه من صن داونز في العمق، عشان كده بقول ان الفرقه دي فريق عمق.
لازم وسط ملعبي بكره يكون فايق وبيضغط بشكل كويس على الثلاث لعيبه دول تحديدا. لكن ممكن يغير، ممكن يحط لوكاس روبيرو، يحط بيتر شيلول، مفيش مشكله. لكن الاساس بتاعه في عمليه بناء الهجمه الاثنين دول، مكوينا ومرسي، ده التغيير اللي حصل السنه. انت مش عايز تخليهم يستلموا اصلا. يعني المساحات دي كبيره جدا، يعني ولو استلم ما يطلعش الباص مرتاح. بكره ما ينفعش يبقى ده شكله في الحاله الدفاعيه طبعًا. المساحات دي واسعه جدا وبتدي فرصه للاعيبه صن داونز ان هم يخرجوا بالكوره ومع مهاراتهم بكل سهوله. لازم الضغط يكون المساحات ضيقه، لازم مروان عطيه يكون قريب من قلبين الدفاع، ينزل تحت خطوتين ولا حاجه، يكون قريب شويه من الدفاع، الخطوط كلها تكون قريبه من بعضها، ونضغط من نص الملعب، لا نتراجع قوي فنخلي فيه خطوره على مرمى الشناوي، ولا تضغط عالي، نضغط عالي ونسيب مساحات، لان هنتعاقب بالشكل ده طبعا. لو خنقناهم في نص الملعب ولعبنا ميديوم بلوك هيكون شكلنا افضل بكتير. يعني هات الصوره اللي بعدها هنا برضو، تكمله الهدف جت من مكوينا لسرينو. مين بقى اللعيب اللي بيتحرك اللي نزل الشوط الثاني اللي ممكن برضو يكون بيجهزه لينا؟ اللي هو ماسيكو، اللي هو مواليد 2001، اللي هو اللعيب اللي اتلعب وسريع جدا، سريع جدا وخفيف الحركه، وبيتكلموا عليه كويس ان هو موهبه صعبه. هات الصوره اللي بعدها، هتلاقيه راح ورقص الجون وقدر ان هو يسجلها. فماسيكو ده ممكن يبدا بيه بكره، يعني مش ما تستبعدش. لا ده هو بنسبه كبيره في الحته اليمين، ماسيكو هو اللي هيبدا. مش شرط ان هو، لا يعني ممكن يبدا بنسبه كبيره. ده كده يعني ابرز، احنا اتكلمنا على ابرز نقاط القوه، عشان نرحل على نقاط الضعف بقى، نشوف العيوب اللي عندهم. زي ما اتكلمنا على المميزات واتكلمنا على خطوره مكوينا ومارسيلو ليندي، الضغط عليهم مهم جدا. الثلاثه اللي قدام، حتى لو بدا بلوكاس روبيرو، لوكاس روبيرو لعيب هداف، لعيب اشول، نفس برضه ماسيكو. يعني هو لما جهز ماسيكو هو بيجهزه عشان لوكاس روبيرو ايه اتصاب، نفس النوعيه. فانا مش فارق معايا الاسماء قد ما فارق معايا فكر الراجل ايه واسلوب اللعب وانت ازاي هتتعامل معاه. واهم حاجه ما تديش مساحات لا في وسط الملعب، لازم تعمل رقابه كويسه جدا في وسط الملعب، وما تفتحش الجيم. فتح الجيم وانت عندك نقص اكسجين وبتلعب الساعه 3 يخليك تعاني. لا انا اقفل الجيم بشكل كويس والعب على المرتده والعيوب اللي احنا هنتكلم فيها. طب في الصدام، طب دكتور ثابت، قبل ما نروح للعيوب، احنا معانا الاهلي منفصل ولا نسال فيما يخص الاهلي واحنا معانا الحالات دي؟ لا نسال في الاهلي. طب يبقى كويس. ليه بقى؟ انت اتكلمت عن شكل صن داونز بشكل واضح، وازاي هو بيتدرج بالكوره وازاي بيدافع. انا عندي النادي الاهلي عندي سيناريوهين، السيناريو بتاع قفشه مع ديانج ومروان عطيه، والسيناريو بتاع كوكا وثلاثه في نص الملعب. قفشه في المباريات الاخيره على المستوى الفردي منور، وعلى المستوى الفردي في تحسن، وعلى المستوى الفردي بيصنع فارق، بس في رايي ده لانعكاساته على المستوى الجماعي للفريق. على المستوى الدفاعي كنت بتشوف السنه اللي فاتت حمدي فتحي مع ديانج مع التركيبه اللي فيها ثلاثي كان الورك ريت اعلى، فقفشه اضاف لك هجوميا. بس على مستوى النتاج الاجمالي قصدي للفريق، هل هو ده في مصلحه الفريق ولا بتفضل ان انا يكون عندي ثلاثه؟ ايه السيناريو اللي انت بتفكر فيه بكره؟ خصوصا حته التسديد، ما هو قفشه برضه ممكن يعملها لك لان انت ما عندكش حد يعمل ده. قفشه عامل موسم كويس جدا مع النادي الاهلي، بس مباراه بكره محتاجه رتم عالي شويه. قفشه مباراته في القاهره افضل. بكره انت محتاج لعيبه في وسط الملعب الورك ريت بتاعها اكتر اعلى. مروان عطيه لا غنى عنه في مركز 6 بكره طبعا. يديك حمايه للاثنين المساكين. وكوكا ماشي بشكل كويس، بس اقدر احطه في مركز 8 ناحيه الشمال، نفس الفكره اللي احنا نهينا بها مباراه سيمبا هناك. الثلاثه اللي كانوا في وسط الملعب كان مروان عطيه وكان كوكا وكان ديانج، انا محتاج الثلاثه دول يدوني حمايه اكتر، مع الاعتماد على الهجمات المرتده في ظهر دفاع صن داونز اللي هم عندهم مشاكل في المساحات اللي ورا الظاهرين اللي هنتكلم عليها. اقدر استغل واحد زي بيرسي تاو. بيرسي تاو اصلا ممكن يبقى حالته مش حلوه، بس تلاقيه في ماتش صن داونز بقى كويس. هو تحديدا في مباراه صن داونز بيعدي بيها بشكل كويس. واحد زي رضا سليم عنده سرعات اقدر استغله، واحد زي حسين الشحات عنده بالخبرات بتاعته اقدر استغله، وكهربا اللي هو اصلا احسن لعيب في البطوله لغايه دلوقتي والحاله اللي بيمر بيها. فلو شفنا حتى نقاط الضعف، هات اول صوره في نقاط الضعف، هتلاقي هنا المساحه الموجوده في ظهر الباك ليفت. اخطر مساحه موجوده عند صن داونز اللي انا لازم بكره احط فيها بيرسي تاو. احسن لعيب يستغل المساحه دي بيرسي تاو، خاصه مع الحاله اللي بيمر فيها في ماتشات صن داونز. بيرسي تاو في الحته دي، بص هنا المساحه، هنا مافالا تقدم وعبد المنعم بطويل اللي هو الباك ليفت اللي هو اصلا كان مساك، بيبقى دايما في مساحه في الحته دي اللي هي المساحه اللي ما بين المساك والباك او المساحه في ظهر الباك ليفت. هنا بيرسي تاو نفس الجون اللي جابه السنه اللي فاتت بالظبط، لو قطع لجوه اتعملت له تمرير، اقدر ان انا استغل تمريرات واحد زي كوكا، واحد زي مروان عطيه، واحد زي ديانج، اعمل تمريرات طوليه، اعتمد على الهجمه دي ان انا اقدر اعمل تمريرات طوليه لبيرسي تاو في المساحه الخاليه، يقدر ان انت تستغل المساحه في ظهر عبد المنعم بوطويل او مديبه
مديبة لو بدأ باك ليفت ودخل عبد المنعم بطويل مساك اقدر ان انا استغل. كمل هات الصوره اللي بعدها. هنا اتلعبت هنا طبعا لو الفينش بتاع المهاجم كويس كان قدروا ان هم ده في الدقيقه 24 قدر ان هو طبعا والحارس ويليامز بيشيلهم. حارس ويليامز كويس جدا في الكور دي قدر ان هو يشيل الهجمه. هات الصوره اللي بعدها دي برده نفس اللعبه اللي هي جه منها ركله الجزاء برده. هنا ايه هنا المساحه في ظهر الباك ليفت بتاع سان داونز اللي هو عبد المنعم بو طويل او مافالا. هنا مهم دور بيرسي تاو ان يقدر يستغل المساحه دي او حتى لو بدات بحسين الشحات مثلا لو فكر يغير. هنا برضو اتحسبت ضربة جزاء من المساحة في ظهر الباك ليفت بتاع سان داونز. مهم جدا استغلال الحتة دي. هات الصورة اللي بعدها. هنا اللي انت اتكلمت فيه بقى ويليامز على قد ما هو مميز الا ان انت ممكن في بعض الاحيان مش طول الوقت ممكن تضغط عليه، خاصة هو بيقعد يشاور كده للعيبة بيستسرهم عشان يضغطوا. فانت ممكن لو ضغطت عليه تغلطه في بعض الاحيان، بس ده هيبان اكتر في مباراة القاهرة مش أو في بعض الأوقات أدوار خاصة بالكهرباء، لأن هو كهرباء فقط لا غير، هو راس الحربة، فهو ممكن اللي يلعب الجيم ده ويستغل خطأ من أخطاء الحارس. صح. فده هنا بص هنا كانت الدقيقة كام؟ ده في أول الماتش خالص في الدقيقة 8. كمل هتلاقي الكرة اتباظها، هو مصر إن هو يباظي بس معلش وقف ثانية واحدة. هنا مين الاثنين اللي نازلين يستلموا؟ مكوين أهو ومارسيلو ليندي. ده في بداية الماتش بتبينك فكر المدرب، أدي مكوين أهو وادي مارسيلو ليندي. هنا هو مصمم يباظل الاثنين دول بس، يعني ما بيمررش لا للمساك اليمين ولا للمساك الشمال، لا انا عايز امرر الاثنين اللي في الوسط. فالاثنين اللي في الوسط طول ما هم ممسوكين بشكل كويس قدر ان هو برده مصر يباظها له. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي ان هي لما اتباظت لمارسيلو ليندي اتقطعت. ده حقيقي. فانت لو الاثنين دول اتمسكوا بشكل كويس انت عملت لهم عزل في الفرقه، لان هم الاثنين المساكين خلاص هو الحارس مصمم ان هو يباظي يطلع على دول. هنا اتقطعت اللي هو كمان الاثنين وقفتهم فيها مشكله وهما بيستلموا وشهم لجونهم تماما فمش شايفين ايه اللي في ظهرهم، هما وقفتهم اصلا يعني تقنيا غلط، فبالتالي هو قدر ياخد الكره من وراه ويروح بيها. فهم وقفتهم اللي فيها مشكله دي واعتماد حارس المرمى دايما على انه يطلع عليهم هما الاثنين، دي في اوقات كتير احنا ممكن نستخدم ده ان احنا نضغط في بعض الاوقات عليهم في خروجهم بالكره شويه، بس مش من اول المباراه دلوقتي. ومش طول الوقت في اول مباراه محتاج يعني الضغط على الحارس. لا لا مش في اول المباراه، لا اول المباراه ولا طول الوقت، تحديدا الاثنين دول اللي انت لازم تضغط عليهم. عشان كده انت ما سالتني، عايز اسالك على حاجه. انت كنت بتتكلم على ابو طويل، والامانه انا لحد دلوقتي حاولت اتفرج على لقطات للاعب، شفت توظيفه احيانا بيدخل فكره زي ما بتحصل في كتير من الانديه الاوروبيه اللي هو الباك الشمال اللي بيضم للعمق، واحيانا بيلعب سنتر باك. انا مش شايف الاضافه اللي هو ضافها لسان داونز عشان تجيب مدافع من الدوري المغربي ادواره مختلفه، يعني ادواره لحد دلوقتي مش ظاهره لي. انت شايف ايه الاضافه اللي بيقدمه لسان داونز او ايه فكره انتدابه اصلا؟ هو الفكره ان هو سان داونز اصلا نقطه ضعفه الاثنين المساكين، بقى لهم سنتين نقطه ضعفهم الاثنين المساكين اللي بيكلفوهم كل سنه يخرجوا من دوري الابطال ان هم ما عندهمش مساكين كويسين، مدافعين كويسين يعني. بالزبط. ففكروا ان هم يجيبوا عبد المنعم بطويل لان هو كان بيلعب في الرجاء المغربي، ففكروا يجيبوه ان هو عنده الخبرات الافريقيه وكده، بس الحقيقه هو اكتر لاعب في دوري جنوب افريقيا بيرتكب اخطاء. ده حقيقي. بيعمل فاولات يعني، ودي لازم نستغلها، لان سان داونز عندهم مشكله في الكرات العرضيه والضربات الثابته. زي واحد على واحد مع المدافعين، والواحد على واحد برضه عندهم مشكله. وطبعا والضربات الركنيه والثابته مهم جدا ان يكون في تكتيك، لان انت في طول القامه واحد زي عبد المنعم ممكن يجيب لك جون من ضربه ركنيه وترجع تقفل زي ما قبل كده فايلر عمل وقدر ياسر ابراهيم سجل جون في خلال ضربه ركنيه. فانت مهم جدا ان انت تستغل الضربات الركنيه والثابته. هات الصوره اللي بعدها برضه هتلاقي نفس الشكل. هات ارقام لاعبي سان داونز في دوري جنوب افريقيا، احنا ما استعرضناهاش. صبري نقدر نستعرض نستعرض مع بعض الارقام. كنت عايز اتكلم برضو عن ابو طويل. كويس ان الصوره جت. هو برضو في دوري الابطال وفي الافرو ليج هو لعب 8 مباريات ما بين قلب دفاع وما بين ظهير ايسر. دقه التمرير عنده كويسه 90% سواء وهو بيلعب في الاثنين، فيعني هو من ده معتاد في سان داونز ان اللعيبه في اي مركز التمرير عندها جيد. تطلع بره دقه التمرير الطويل 50% ودي نسبه محترمه جدا، فدي من الحاجات ممكن اللي تجاوب هم ليه انتدبوه، لانه حل برضو بالنسبه لهم في بعض الاوقات. يعني هم لو بيعتمدوا دايما على التمريرات القصيره والخروج بالكوره من تحت، انما في بعض الاوقات ممكن يحتاج حل الكره الطويله، فهو مميز حاله الضغط العالي. بس هو ايمن تقريبا بيلعب برجله اليمين صح، بيلعب برجله اليمين مش بالشمال. ارتكاب الاخطاء في الثمان ماتشات دول هو عامل 11 فاول اغلبهم في مناطق مؤثره،
فهو لاعب كثير الارتكاب الاخطاء صح. فهو من النقاط اللي ممكن احنا نشتغل عليها. احنا بندور على الكرات الثابته 90 سم وما بياخدش كرات عاليه ده برضو غريب مثلاً. جدا بالنسبه لي يعني مثلا دي برضو من عيوبه الشديده يعني. ارقام لاعبي سان داونز في الدوري بقى في دوري جنوب افريقيا برضو مهمه وممكن نستعرضها يعني مع بعض. هداف الفريق طبعا هو روبيرو سجل 5 اهداف. الاكثر اسيست هو شالويلي عامل 2 اسيست. اكثر واحد صنع فرص هو اللندي واتكلمنا عنه كتير الحقيقه في الدوري بس صنع 13 فرصه لحد دلوقتي. والاكثر مراوغه هو برضو روبيرو عامل 11 مراوغه. بالنسبه ل بقيت ارقامهم فعندنا ريفالدو كويتزنبر اللعيبه المهمه جدا ممرر جيد جدا هو اكتر واحد في الدوري عامل تمريرات بس سنتر باك صحيح استعرضها هي معانا الاحصائيه على الشاشه معانا صوره طب يعني خلاص يعني طب بما انك قلتها صبري يعني برضو كان في مباراه ما ينفعش نتغفلها وهي المباراه اللي اتلعبت في البطوله دي اللي هي مباراه سواء مباراه الذهاب او العوده لسان داونز امام بيترو اتلتيكو واحصائيات المباراه دي وايه اللي ممكن تطلع بيه غير نقاط القوه والضعف كارقام يعني لو فسرنا المشهد اللي احنا شفناه ده في حالات لارقام احصائيات تجمع ما بين بيترو اتلتيكو وسان داونز عشان برضو تكون الصوره واصله لان دي اخر مباراه ومباراه الذهاب والعوده في الدور الاول للبطوله احنا معانا الارقام برضو لو نستعرض الارقام اللي هي ارقام سان داونز واحنا بنستعرضها عايزين نقول حاجه ان احنا زي ما بنقول ان الاهلي في الماتشين بتوع سان داونز في الماتشين بتوع سيمبا كانش وحش. كان سيء وظهر بمستوى مش ما كانش مستوى في أفضل ما كانش في وجهه الحقيقي لم يظهر وجهه الحقيقي فبرضه سان داونز في ماتشين بتوع بيترو اتلتيكو لم يظهر وجهه الحقيقي فاحنا الارقام اللي هنستعرضها مش شرط ابدا مش دلالة تكون دلاله على اللي هيحصل بكره بالظبط وفي حاجه كمان موضوع الطرد ان الماتش الثاني الطرد ده في الدقيقه 2 او 3 او تقريبا من اول سان داونز الماتش ده فقد الاستحواذ وكان الماتش أيوة على ملعبه ايوه كده قول كلام يطمني مش هذه النسخه اقل نسخ سان داونز الكلام ده بخاف لو عندنا يا جماعه ارقام سان داونز مع بيترو اتلتيكو نستعرضها سان داونز ومعانا ارقام كهربا كمان هنلاقيها في الصور في ملف الصور ممكن نختم بارقام كهربا يعني حاجه لصالح الاهلي بس طبعا. هل ارقام سان داونز امام بيترو اتلتيكو جاهزه معانا والله انتقل معانا هي خلينا نتكلم عليها سريعا دي ارقام ماشي خلاص ارقام كهربا بقى يعني خلينا طالما استعرضنا كهربا في الدوري لان الحقيقه الصفحه الرسميه للدوري الافريقي تغزل في كهربا كثيرا لان الحقيقه كهربا مساهم في الثلاث اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي يعني هو كمان اكثر من سجل فضل صحيح صبر. كهربا اكتر واحد مساهم في اهداف في البطوله دي هو انا بشوف ان هو نجم البطوله الحقيقه لحد دلوقتي سجل هدفين وصنع هدف كمان اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى عمل 10 محاولات فهو ارقامه الحقيقه ممتازه جدا دي اللي محتاجه بقى ان كهربا يعلي شويه الايجابيه على المرمى 10 محاولات ده رقم كبير جدا لو تفتكر اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت لما قلنا ان كهربا مش واخد قيمته ومش واخد حقه الناس بتهاجمه للامانه كان كلامك وصبري قبل كان حاسم عامل حسم كبير جدا سواء السنه اللي فاتت او في الصعود ل قبل النهائي له ركله جزاء في مباراه سامبا ركلتين واحده في الذهاب واحده في الاياب تمام يعني كان نفسنا نكمل في الليله معاكم كده في استعراض باقي الارقام والاحصائيات ولكن طبعا يعني دي احصائيات الدوري ممكن سريعا دي بصفه عامه مين المميزين في البطوله هداف البطوله كهربا مسجل جونين الاكثر صناعه للاهداف يانساس اللي هو اللعيب البرازيلي اللي بيلعب في الترجي عامل 2 اسيست الاكثر مساهمه في اهداف بالتسجيل والصناعه كهربا مساهم في 3 اهداف اكثر لعيب صانع فرص يانساس في الترجي وكنزيمبي في مازيمبي الاثنين صانعين 4 فرص الاكثر لاعب عامل محاولات في البطوله حتى الان محمود كهربا 10 محاولات اكثر لاعب عمل كرات عرضيه حسام تقع اللي هو اللعيب الوسط في الترجي عامل 11 عرضيه اكثر فريق سجل اهداف لغايه دلوقتي الوداد المغربي 4 اهداف اكتر فريق ليه محاولات على المرمى في البطوله النادي الاهلي 32 محاوله رغم ان فريق الوداد كان بيلعب قدام فرقه زي انيام بافكا هي الاضعف في البطوله ده رقم كويس بس دليل برضو ان على اهدار الفرص دقه دي هي مشكله اقوى خط دفاع في البطوله حتى الان الوداد وسان داونز لم يستقبل اي هدف وان شاء الله بكره يكون اول هدف يدخل سان داونز ان شاء الله يعني بصراحه مجهود رائع يعني تشكروا عليه بشكل واضح جدا وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه الغد طبعا بنشكرك جدا دكتور احمد ثابت بنشكرك جدا يعني كابتن صبري سراج وباذن الله يعني نلتقي في حلقات اخرى ان شاء الله احنا مع بعض بقى واحنا كسبانين بقى ان شاء الله واحنا كسبانين باذن الله وصاعدين طبعا دي كانت حلقه النهارده من
الاهلي خط احمر، كل الدعوات ان شاء الله يكون النادي الاهلي في حالته الطبيعيه اللي اعتدنا عليها الموسم الماضي واللي بدا بيها هذا الموسم، ويكون اللاعبين موفقين واستغلال الفرص، استغلال انصاف الفرس، وباذن الله نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله لما لا الفوز على صن داونز في ملعبه. ان شاء الله نشوفكم السبت القادم، وان شاء الله يكون النادي الاهلي في نسخه او في نهائي اول نسخه من نسخ الدوري الافريقي.